فترة أسئلة يوم 21 يناير 2020. كل سنة وحضراتكم طيبين وأشكركم جدا. أول حاجة، مديون لمحبتكم وثقتكم إن أنتم بتبعتوا أسئلة لضعف، رغم إن أنا مين أنا ولا حاجة. لكن لو أذكركم بس، أنا كنت طلبت الأسبوع اللي فات، معلش، رجاء محبة، تكون الأسئلة في المجال بتاعنا اللي هو اللاهوت الدفاعي. حاجة تانية ابتديت ألاحظها، لو تسمحولي، بعض الإخوة الأحباء ابتدى يبعت أسئلة كتيرة، يعني مجموعة، وأشكرهم جدا، أنا مديون لمحبتهم جدا، وخاصة كمان أشكرهم وأمدحهم بشدة إن هم بيجوا من بداية الخدمة، قبل ما أبدأ البرودكاست بتكون الأسئلة اتحطت. بس الحقيقة لو هجاوب أسئلتهم كلهم، طب بقية إخواتي الأحباء بيزعلوا، والحقيقة ده اللي بيحصل. بدأ الناس اللي بتيجي في الأول بتحط أسئلة كتيرة، في ناس بتيجي في فترة الأسئلة بتحط أسئلة بس تكون الساعتين خلاص خلصوا، فبيزعلوا. والبعض، مش بس بيزعلوا، البعض الحقيقة بعت لي تعليقات عتاب وأشكرهم عليها، والبعض الحقيقة بعت لي إساءات، لكن أشكرهم anyway، ربنا يبارك الكل. فمعلش أنا آسف، بداية من النهاردة أستسمحكم، رغم أن أنا أقل منكم جدا، ده أنا مستحيل أكون خدام ليكم، بس هيكون سؤال واحد للشخص، علشان على قد ما أقدر أخد أسئلة من أشخاص كثيرين، إخواتي الأحباء اللي ما استحقش، فمحدش يزعل. طبعا لازم في ناس هتزعل، بس على قد ما أقدر. الحاجة التانية باختصار شديد جدا، بعض من إخواتي الأحباء بيجوا خاصة مع الأونلاين على اليوتيوب، خاصة يوتيوب وفيسبوك، لكن مين اللي على اليوتيوب، بيحطوا أسئلة أثناء الأسبوع. أنا الفترة اللي بجاوب فيها الأسئلة اللي هي خدمة يوم الثلاث بس، لكن بديت ألاحظ، أنا طبعا ما بتابعش التعليقات باستمرار، once in a while، ده لما يكون في وقت فاضي وغالبا ما بيبقاش موجود، لكن بديت ألاحظ أن بعض يحط سؤال ويجي تاني يوم، لو طبعا ما ردتش على سؤاله أنا مش لاحق، بيزعل، فهو يحط سؤال في صورة تعليق على فيديو، ولو ما ردتش على تعليقه على أحد الفيديوهات يبقى كارثة، ويبقى يزعل ويتضايق. وبرضو البعض قال تعبيرات مسيئة، برضو أشكرهم. لكن حضراتكم متخيلين إيه؟ أنا إنسان مش متفرغ، أنا إنسان ليا مسؤولياتي وعندي شركتي وشغلي وحياتي، على قد ما أقدر بحاول أسيب جزء للكتابات الدفاعية، والكلام لايف بيبقى يوم الثلاث فقط. فاللي بيبعت أسئلة أونلاين ويزعل جدا إن أنا ما جاوبتش عليها، واللي يجي يبعت أسئلة كتيرة أو يجي في نهاية فترة الأسئلة ويزعل إن أنا ما جاوبتش عليها، طب أعمل إيه؟ اذكروني في صلاتكم عشان بس ربنا يبارك في الوقت ويدي المقدرة. لكن معلش ما تزعلش مني، وأنا آسف للناس اللي زعلوا، وآسف أيضا حتى للي وصلوا لدرجة زعلهم إن هم أساءوا إلى ضعف، لكن معلش ربنا يبارك حضراتكم. أبدأ الأسئلة باختصار شديد، بس تعليق سريع أو طلب سريع. لينا فترة منقطعين بسبب ظروف، وبسبب سفريات كنت غصب عني، وبسبب الأعياد وهكذا، فإن شاء ربنا ودبر هحاول استرجعها، رغم إن الوقت قليل قوي، لكن إن شاء ربنا ودبر يوم الحد الجاي 26 يناير الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة هارجع مرة تانية، والمرة دي هيكون الرد باختصار على فيديوهات ادعاء تشابه ما بين شريعة ناموس موسى وشريعة حمورابي، بل البعض اللي حاول يدعي لا ده مش بس موسى نقل من حمورابي، لا ده كان حمورابي أحسن من موسى في تشريعه. هناخد مجموعة مختلفة من الفيديوهات على قد ما أقدر، وربنا يدبر. كان في أخ عايز يرفع إيده وكان مستني فترة الأسئلة، قلت له هخلص الموضوع وتحت أمر حضرتك أخدك أول واحد، لكن أنا مش شايف رافع إيده. راح فين الأخ أمون أو الأخ مون أو حاجة زي كده، لو أنا متذكر الاسم صح. طيب anyway، أبدأ أخد الأسئلة أونلاين بسرعة علشان أساتذة الأحباء اللي بدأوا يضعوا أسئلة كتيرة اللي أنا مستحقش، ربنا يبارككم. سؤال من الأستاذ الحبيب باحث عن الحق، بيقول التالي، لحظة واحدة، للأسف من كثرة الأسئلة بدأت الأسئلة تختفي، فحتى الخاصية اللي أنا بظهر التعليقات أو أسئلة حضراتكم أونلاين ما بقدرش، لأن بتكون من كثرة الأسئلة والتعليقات بتروح. يقول أخوي الحبيب باحث عن الحق، قرأت في الكتاب المقدس فعلا كلام قيم وتعليم سامية، لكن كل ما لا أستطيع فهمه هو التجسد. حضراتكم تقولوا أن يسوع هو الله، مع العلم أن اسم يسوع أطلق على الإنسان الجسد، وعندما أسأل يقال لي نحن لا نعبد الجسد. طيب، وهو كمان لي تعليق تاني، أسف، أسأل يقال لي نحن لا نعبد الجسد، معلش، أسف.
ويقول: هل الكتاب المقدس من الممكن أن يفسر نفسه دون الاتجاه إلى تفسير؟ وكيف يفسر الكتاب المقدس ما جاءت الألقي سلاما بل سيفا من الكتاب المقدس؟ آه يا عزيزي، الكتاب المقدس للإنسان اللي كان عنده المقدرة أن يقراه بالكامل أكتر من مرة، الكتاب المقدس بيفسر نفسه بنفسه، وممكن فعلا بالصلاة وبطلب إرشاد ربنا ما تكونش محتاج إلى تفسير. ولكن عشان تتأكد من مفهومك صح، لما تلاقي أغلب التفاسير اتفقوا مع اللي أنت فهمته بيكون صح. فإزاي؟ بالدراسة اللي بنسميها طولية وعرضية، بتحاول تشوف العدد في سياقه، ونفس الفكرة اتقدمت في أماكن أخرى، عهد قديم وجديد، في أسفار كثيرة كان دايما مقصود منها إيه. فيس، الكتاب المقدس قادر على تفسير نفسه بنفسه، ولكن عشان ما تخطئش شوف دايما الآباء الأوليين فهموها إزاي عشان تتأكد إن مفهومك اللي أنت فهمته صح. وطبعا دي بتكون محتاجة إن أنت تقرأ الكتاب باستمرار عشان تفهمه، عشان تفهم روحه، عشان تفهم معناه. لكن أطبق الكلام اللي حضرتك قلته على سؤالك: ما جئت لألقي سلاما بل سيفا. طيب، هو نفس اللي قلته لك عزيزي، تقدر تفهم إزاي؟ تفهمها من حاجة بسيطة جدا، اقرأ ما جئت لألقي سلاما بل سيفا العدد في سياقه. فعلى سبيل المثال في إنجيل متى 10، يجي واحد مشكك يصطاد الجزء اللي حضرتك قلتها: ده إلهكم بتاع السيف، ما جئت لألقي سلاما بل سيف. طب ما نكمل نشوف العدد بيقول إيه. بيتكلم تلاميذه اللي بعتهم بدون أي شيء، بدون لا سيف ولا حربة ولا رمح ولا سهام ولا غيره، بيقول: لا مزود للطريق ولا ثوبين ولا أحذية ولا عصا، لأن الفاعل مستحق طعامه. أي مدينة أو قرية دخلتموها فافحصوا من فيها مستحق وأقيموا هناك حتى تخرجوا، وحين تدخلون البيت سلموا عليه. كل ده سلام. فإن كان البيت مستحقا فليأتي سلامكم عليه، وإن لم يكن مستحقا فليرجع سلامكم إليه. ويكمل بقية سياق الكلام لغاية بيقول: من ينكرني قدام الناس انكره أنا أيضا قدام أبي الذي في السماوات. لا تظن أن أنا جئت لألقي سلاما على الأرض، يعني مش كل الناس هتبقى حبايب مع بعض. ما جئت لألقي سلاما بل سيفا. فإني جئت أعمل إيه؟ أشعل حروب؟ لا، ما قالش أأمركم أن أنتوا تبتدوا تحاربوا ورزقي تحت سيف، تحت ظل رمحي، واسخنوهم في الأرض ويعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن خيل. لا، ايه السيف اللي يلقيه اللي بيقوله هنا لفظا في العدد التالي مباشرة؟ اخويا الحبيب استاذ باحث عن الحق، فان جئت لافرق الانسان ضد ابيه. هل هو بيقول للانسان روح ارفع سيفك على ابوك؟ لا، بيقول له لما انت هتؤمن وهتبقى مسيحي ابوك هيبقى عدو ليك للاسف، والابن ضد امها، والكن ضد حماتها، واعداء الانسان اهل بيته. مين هيبقى اعدائك؟ اهل بيتك. ده السيف اللي بيقوله، سيف اللي هيفرق ما بين المؤمن وغير المؤمن. وللأسف ده اللي بيحصل باستمرار وبنشوفه قدام عينينا، وإخوات الأحباء العابرين اللي بنفتخر بيهم باستمرار، ده دايما اختباراتهم الرائعة بيكون فيها هذا السيف. ويقول لك: أول ما أمنت بابا عمل وعمل وعمل، أسرتي عملت، أسرتي طردتني أو حصل، وتيجي العابرة وتحكي: أول ما أمنت أسرتي عملت وإخواتي عملوا وضربوني وي 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 الكلام ده. ده اللي بيقوله. فأخويا الحبيب أشكرك جدا أستاذ باحث عن الحق، لو قريت بس السياق اللي اتحط فيه ما جئت لألقي سلاما على الأرض بل سيفا، لو قريت بس العدد في سياقه 3 4 أعداد قبله وبعده هتفهم القصة بيقولها إيه. لكن عشان تتأكد من مفهومك صح إزاي، تقارنه بأماكن أخرى ذكر فيها نفس المعنى، وأيضا تقرأ بعض التفسيرات خاصة القديمة عشان تتأكد إن ده هو المفهوم لكل المفسرين المسيحيين. ده باختصار. سؤال حضرتك التاني لما بتقول اللي مش قادر تفهمه اللي هو التجسد وإن يسوع هو الله، مع إن اسم يسوع أطلق على الإنسان الجسد، وعندما أسأل يقال لي نحن لا نعبد الجسد. أنا معرفش مين قال لحضرتك لا نعبد الجسد. الإشكالية إنه لما يسأل حد يقول أنتوا بتعبدوا الجسد، ده بيحاول يجبرنا إن احنا نفرق ونقسم الرب يسوع المسيح، ودي الإشكالية دايما. أخويا الحبيب جدا أستاذ باحث عن الحق، أن نحن نعبد لله الله المتجسد. عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. فإحنا ما بنقصرش المسيح، ما بنجيبش آسف في التعبير سكينة ونشتروا شطرين زي نسطور
ونقول لا نعبد حتة اللاهوت، لا ما نعبدش حتة الناسوت، أنا آسف في التعبير، لكن ده للتوضيح. فنحن نعبد الرب يسوع المسيح، الله الظاهر في الجسد بناسوته ولاهوته، اللاهوت المتجسد، الناسوت الذي يحل فيه كل ملء اللاهوت جسديا. هو ده باختصار عزيزي. فاسم يسوع لم يطلق فقط على الإنسان، يسفي أعداد لما ياخد الرب يسوع تعبير بالكامل، ياخد اسم الرب يسوع المسيح، ولكن في أعداد أخرى كثيرة جدا يطلق اسم يسوع بالكامل. على سبيل المثال المعمودية، عمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، نلاقي في أعمال الرسل يعمدوهم باسم يسوع بس، ويكفي اسم يسوع جدا كافي للدلالة على الله الظاهر في الجسد. فهمني عزيزي؟ لذلك نحن نؤمن بالله الظاهر في الجسد، بالله المتجسد، ما بنفرقش وقت ما بنسجد، لا لا أنا بس بسجد للاهوت، خلي بالك أنا ما بسجدش لناسوتك يا يسوع، أنا بسجد للاهوتك، لا ما عندناش هذا الأمر عزيزي. بنسجد لله الواحد، الله المتجسد. فهمني حبيبي؟ أشكر حضرتك جدا أخويا العزيز أستاذ باحث عن الحق، وأتمنى أن زي ما شايف أن اسمك اسم على مسمى، ربنا يساعدك ويرشدك للحق عزيزي، ربنا يحافظ عليك، وأشكرك جدا على وجودك معنا. سؤال من الأستاذ نبيل كمال بيقول في أعمال 11 والأعداد 15 و16 وأعمال 10 وأعداد 44، هل العلامة الوحيدة على حلول الروح القدس هي التكلم بالألسنة كما يعتقد البعض؟ وفي هذه الآيات لم يضع بطرس اليد عليهم ولا تم مسحهم بزيت، فإن سر التثبيت هنا بدون كاهن وبدون مادة للسر، فهل الأسرار ممكن بدون عمل الكاهن ومادة السر؟ أم إن موضوع الأسرار والكهنوت لم يكن موجودا في وقت أعمال الرسل وتمت إضافتها بعد ذلك؟ وشكرا. أشكر حضرتك جدا عزيزي أستاذ نبيل كمال على مجموعة الأسئلة دي كلها مع بعض. رغم أنه الحقيقة دايما في الخدمة زي ما بوضح هنا نحاول نكون موضوعات غير طائفية، لأنه الخدمة دي بنحضرها كلنا مع بعض، ممثلين لكل كنائس الرب يسوع المسيح، أرثوذكسية وكاثوليكية وإنجيلية، وأنا أنتمي لكنيسة الأرثوذكسية، ولكن أؤمن أن إخوات الأحباء كلنا في جسد واحد الرب يسوع المسيح، لأن احنا لا نحمل الأصل بل الأصل إيانا يحمل. أحيانا بتبقى الأسئلة دي أخويا الحبيب يعني أسئلة إلى حد ما فيها ناحية يعني طائفية، ولكن ما عنديش أي إشكالية، مع كل محبة واحترام لإخوات الأحباء يحتملوني في توضيح الفكر. هل علامة الوحيدة على حلول الروح القدس هي التكلم بالألسنة؟ لا يا عزيزي، ده لو تحب حضرتك أخويا الحبيب ارجع لما بس الموقع يتصلح، معلش أنا تحت الصيانة دلوقتي فربنا يدبر وحينتهي قريبا، كان المفروض يعود يشتغل قبل الخدمة بس ما لحقش الوقت، ربنا يبارك الباشمهندس ابولوجيست على مجهوداته. ارجع للملف اللي هو تحت عنوان مفهوم ضعفي عن التكلم بالألسنة، وهتلاقي الموضوع ده شرح بالكامل، فعشان كده اللي هقوله لك دلوقتي باختصار شديد، لكن الموضوع ده درسناه مع بعض. اولا التكلم بالألسنة مش كل الناس، يعني الحبشي الخصي الحبشي ما تكلمش بالألسنة، لا، هي التكلم بالألسنة وضحها الكتاب المقدس موهبة للبعض وليس الكل، وعلامة لحاجات أساسية مصيرية في الكنيسة وليس للكل، وليس لكل موقف معايا. فوضح أن هي أحد المواهب من مواهب كتيرة، ومش شرط الشخص يحصل على كل المواهب، كل واحد ليه موهبته زي ما قال الكتاب. وأيضا وضح الكتاب أنه من العلامات اللي هتحصل المهمة المصيرية للكنيسة مش في كل موقف، هتبقى أولا علامة على سبيل المثال اللي هي حصلت بطريقة وما تكررتش، اللي هي ألسنة منقسمة من نار. حاليا لو البعض عندهم موهبة التكلم بالألسنة ما بيحصلوش ان يكون ألسنة منقسمة من النار على رؤوسهم وما بتظهر لهمش، صح؟ فهل كده أقول اختلف الموضوع؟ لا، دي كانت علامة مصيرية لحلول الروح القدس بوضوح على المؤمنين. أيضا تكررت هذه العلامة في أمر مهم جدا، وهو إيه؟ اللي مشكلة الكنيسة اللي بدأت ما بين اليهود لسه مش قادرين يقبلوا إن الكنيسة تكون أممية، يهودية أممية، فكان لازم علامة مهمة وهي موقف كرنيليوس وبداية دخول الأمم. من أمنوا من هذا الموقف لغاية من أعمال الرسل 3 وما بعده لغاية أعمال الرسل 10، لا مش كلهم تكلموا بالألسنة من يهود.
أيضا كانت في موقف مصيري مهم جدا، زي ما بطرس الرسول اللي كان للختان، بولس الرسول اللي استلم الأمانة إن هو يكون رسول الأمم. ولذلك بولس الرسول عشان يؤكد إن كان اللي بيضطهد الكنيسة أصبح هو اللي هيتولى هذه الإرساليات مع بقية التلاميذ والرسل، كان برضو لازم تحصل، وده عشان تأكيدا لرسوليته. لكن بعد ذلك خلاص انتهى الاحتياج لعلامة مصيرية في تاريخ الكنيسة، لكن استمرت كموهبة في مواقف كتيرة، ولا زالت تحصل في الثلاث كنائس، انه يكون في احتياج شديد لموهبة التكلم بالألسنة في وجود أشخاص لا يفهمون اللغة. ده حصل في زمن التلاميذ، في زمن الرسل، وحتى الآن بما فيهم الكنائس الشرقية أو الكنائس التقليدية. في رحلات كتيرة قامت بيها كنائس تقليدية وغير تقليدية، أتكلم على الكل، وربنا إدى لبعض الخدام حسب أنواع المواهب إن هم من يتكلموا بألسنة لتبشير اللي مش فاهمين اللغة بتاعتهم، وأحيانا بيدي كمان معاها موهبة الترجمة. وأيضا يوجد أنواع، وهتلاقيه مشروح بالتفصيل في كتاب حياة الصلاة الأرثوذكسية اللي هو كاتبه أبونا متى المسكين، اللي بيتكلم على اللي هو ألسنة الملائكة، وده من أيضا أنواع التكلم بالألسنة اللي هو للإنسان ما بينه وما بين ربنا، زي ما شرح في كورنثوس الأولى 13 و14 اللي هو شرحه بالدهش والهزيز. وارجع لكتاب حياة الصلاة وهتشوف الكلام ده موجود إزاي فيها، وبيحصل كتيرا للمسيحيين في الثلاث كنائس، بس في حالة روحية مرتفعة جدا في حياة الصلاة. ده الجزء الأولاني من سؤال حضرتك. حضرتك أيضا في سؤالك تطرقت إلى جزء مكمل تماما، وهو موضوع المسحة المقدسة ووضع الأيدي والميمون. برضو أحيلك، ويمكن أنا آسف في الموضوع، أتمنى ما يزعلش حد ولا أقصد أدخل في موضوعات طائفية، لكن الكتاب المقدس وضح لنا في العهد القديم كان يوجد وضع اليد، وأيضا بعدها المسحة المقدسة. موسى النبي لما بدأ ووضع من روحه ربنا على ال70 شيخ بدأ بوضع اليد، وموسى النبي بعد كده كمل بالمسحة المقدسة في رسامة الكهنة، بداية من رئيس الكهنة هارون وأبنائه، واستمر. أيضا الكنيسة الأولانية بدأت بوضع اليد بنفس طريقة العهد القديم لما تأسست كنيسة العهد القديم، وكمل بالمسحة المقدسة. والمسحة المقدسة بدأت بوضع اليد، اللي تم الوضع اليد بكل إجماع الكنيسة في هذا الزمان على هذه المسحة المقدسة اللي تكلم عنها سفر الخروج وتركيبها بوضوء 25، وبوضع اليد أصبحت هذه المسحة مسحة مقدسة، وهي المستمرة حتى الآن من حنوط الرب يسوع المسيح بوضع اليد، وهو ده الخميرة اللي بيتم كل مرة مع الصلاة والصوم، هو زيت الميرون اللي هو سر التثبيت أو المسحة المقدسة. معايا عزيزي؟ فأولا لما خصص ربنا زي ما قلت لك ال70 شيخ في العدد كان بوضع اليد، وبعد ذلك تم المسحة المقدسة بعدها. وبعدها يبتدي يتكلم في العهد الجديد، بدأت بعمل ربنا فقط، ثم وضع اليد، ثم المسحة المقدسة بالضبط زي ما قال. يقول لنا في رسالة معلمنا يوحنا الرسول الأولى 22، يتكلم ويقول إيه؟ أما أنتم فلكم مسحة من القدوس وتعلمون كل شيء. أيضا معلمنا يوحنا الرسول في رسالته الأولى 2:27، أما أنتم فالمسحة التي أخذتموها. وهنا بيتكلم على المسحة المقدسة، منه ثابتة فيكم، ولا حاجة بكم إلى أحد يعلمكم أحدا، بل كما تعلمتم هذه المسحة عينها عن كل شيء. هنا بيتكلم ده كمان في عبرانيين 1:9 بيتكلم، من أجل ذلك مسحك الله إلهك بزيت الابتهاج. معايا؟ وأعداد كتيرة جدا بهذا الأمر. ففي الأول فعلا بدأ زي العهد القديم، العهد الجديد بدأ بوضع اليد،
وأيضا زي ما تم في العهد الجديد القديم تم في العهد الجديد. بعد كده اكتمل وضع اليد بالمسحة المقدسة، ونؤمن أن الله يقدس زي ما قدس المادة في العهد القديم، أيضا يقدس قدس المادة في العهد الجديد اللي هو زيت المسحة المقدسة. ومن القرن الأول الميلادي كان الميرون أو المسحة المقدسة اللي بدأ بوضع اليد هو اللي بيتم بيه سر التثبيت اللي هو معمودية الروح القدس. ده اللي قاله. كويس؟ طيب أكد الكلام ده بالإضافة لأعداد، بس أنا كل اللي بقوله باختصار شديد جدا، لكن لو حضرتك رجعت للموقع هتلاقي بقى بالتفصيل معايا. يخبرنا أنه أول مرة تم عمل زيت الميرون هو كان من الحنوط اللي حصلوا عليه التلاميذ من سنة 34 ميلادية، واجتمع الرسل وخلطوا الأطياب اللي على جسد المسيح بعد حلول الروح القدس، وسكبوا عليها زيت الزيتون وتمموها زي ما بيوصف سفر الخروج، وبدأوا بيه المسحة من القدوس. بل يتكلم كتير من الآباء بما فيهم القديس يوحنا إن زيت الميرون هو ده اللي بيتكلم عنها يوحنا الحبيب في رسالته الأولى أصحاح 2. عشان كده حتى يقول في سفر المزامير 45:8: كل ثيابك مر وعود وسليخة، وده اللي موجود في المسحة المقدسة في سفر الخروج أصحاح 30. معايا عزيزي؟ يقول لنا ديونيسيوس الأريوباغي تلميذ القديس بولس الرسول في القرن الأول بيتكلم عن تركيب الميرون اللي تم بوضع اليد وتجهيزه، وإن هو اللي بيتم بيه سر المسحة المقدسة واللي هو حلول الروح القدس واللي بيرشم به المعمدون. ده بيوصفها، ده من القرن الأول الميلادي. ثأوفيلوس الأنطاكي من نهاية القرن الأول بدأ من آباء القرن الثاني الميلادي يقول نفس الأمر، نمسح بالزيت الإلهي، ويتكلم نفس الموضوع. يكمل نفس الموضوع العلامة ترتليان من القرن الثاني يقول نفس الأمر. نفس الكلام العلامة كبريانوس من القرن الثالث، العلامة أوريجانوس من القرن الثالث، قديس أوريليوس الأورشليمي من نهاية الثالث أوائل الرابع، قديس أغسطينوس من الرابع، قديس يوحنا ذهبي الفم، قديس مارفرام السورياني، القديس أثناسيوس الرسولي. كل دول بيتكلموا بوضوح عن سر المسحة المقدسة، الميرون بدأ إزاي بوضع اليد وحنوط المسيح والتركيبة بالظبط اللي قالها الكتاب المقدس زي ما عملوه التلاميذ مكمل حتى الآن. بل أكشولي الميرون لو تاخد بال حضرتك هو محطوط في الحنوط اللي كان على جسد المسيح اللي اختلط لترالي بدم المسيح لترالي، وده اللي اتعمل بيه أول زيت ميرون. وأول زيت ميرون هو الخميرة المستمرة اللي لازم يتصنع منها كل زيت ميرون باستمرار، مفيش حاجة اسمها زيت ميرون بيتحضر لوحده جديد بدون خميرة سابقة. فحتى الآن رغم الدايليوشن، رغم التخفيف، سامحوني في التعبير الطبي، ولكن حتى الآن لازال الميرون في دم المسيح لترالي اللي بيتحط به المسحة المقدسة. فأنت مش بس بتحط على رأسك إيد الكاهن واللي بيصلي، لكن أيضا بتمسح بالزيت مع وضع اليد، وهذا الزيت اللي هو تم صنعه من زي ما قال الكتاب وفي دم الرب يسوع المسيح من الحنوط الوضع على جسد المسيح حتى الآن. ده باختصار شديد، وآسف جدا مرة تانية، الله يعلم لا أقصد أدخل في أمور طائفية، ومع احترام شديد اللي لسه بيتممه حتى الآن بوضع اليد لا أقصد شيء، الله يعلم، أنا بس بجاوب السؤال. ربنا يبارك حضراتكم. سؤال من الأستاذ ماستر بيقول: دكتور غالي أشكرك عزيزي على تعبيراتك الجميلة المستحقاش. بيقول: كنت أسمع أن حياة المسيح بالجسد 33 سنة وثلث، يعني 4 شهور، فإن كان الميلاد 29 كيهك وموعد القيامة الفعلي 29 برمهات بفارق 3 شهور، يكون سن المسيح 33 سنة وربع وليس سدس، فما الرأي الصحيح؟ وشكرا. أشكرك جدا عزيزي، ربنا يبارك حضرتك، لكن على فكرة موعد القيامة متغير بالحساب الأبقطي، ده مش معاد ثابت سنويا. وعلشان كده أخويا الحبيب جدا، باختصار شديد المسيح ولد، لو هنحولها للسنة الميلادية للناس اللي ما تعرفش التقويم القبطي بسهولة، وده اتكلمت عنها في نبوة 70 أسبوع لدانيال 7 بالتفصيل في 6 أجزاء، صدعت حضراتكم، جبتها لكم من تقويم يهودية ومن ناسا وي 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 والكتابات دي كلها. المسيح ولد
25 ديسمبر واتصلب 3 ابريل 33 ميلاديه، والفرق بينهم 33 سنه وثلث. فما بين 25 ديسمبر ل 3 ابريل تقريبا 3 شهور وشويه. معايا عزيزي؟ فعايز تقولهم 3 شهور وشويه، عايز تقولهم وثلث، عايز تقولهم ربع، مفيش مشكله، لكن تاريخ ميلاد المسيح هو 25 ديسمبر قبل التعديل الغرغوري. أنا بتكلم في هذا الزمان. التعديل الغرغوري اللي غير القصة اللي احنا اتكلمنا معاهم مع بعض واللي حضراتكم فاهمينها، واللي غير 25 ديسمبر اللي كان يساوي 29 كياهك بقي اختلفوا عن بعض 10 أيام وبعد كده 3 أيام وهكذا. معايا؟ فمن 25 ديسمبر ل 3 إبريل هو 3 شهور وشوية. عايز تقولهم ربع وتلت، عايز تقولهم بالأيام زي ما حضرتك تحب جدا أخويا الحبيب أستاذ ماستر ماستر، ربنا يبارك حضرتك. لو عايز أكتر وتتأكد من الكلام اللي بقوله لك، ارجع إلى نبوة السبعين أسبوع اللي هتلاقيهم في دانيال 9، وارجع للأجزاء المختلفة، عملتهم على 6 أجزاء، الجزء الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، قد يفيدك أكتر الجزء الرابع اللي هتلاقي فيه يعني الموضوع بوضوح أكتر بكتير. ربنا يبارك حضرتك وأشكرك جدا على سؤالك، ربنا يحافظ عليك. سؤال من اليوتيوب أستاذ لايف تيست تشانل، أشكرك جدا عزيزي. أساتذتي الأحباء أشكركم جدا على فكرة، وأشكر الأدمن، ربنا يباركه اللي بيساعدني وربنا يحافظ عليه. أنا بقول الأسئلة اللي بتجيني من الأدمن، ومعلش ما حدش يزعل منه، انا اللي طلبت منه بمحبه الشخص يكون ليه سؤال. انا اسف علشان الناس اللي ابتدت تزعل مني وابتدت تقول التعبيرات عتاب، فانا طلبت منه سؤال واحد. فلو في البعض ابتدى يحط اكتر من سؤال وما وصلوش، انا باخد الاسئله زي ما جابها لي الادمن، وانا اللي طلبت منه انه معلش سؤال واحد. نتعود بقى من دلوقتي سؤال واحد للاخ الحبيب في المره، علشان بس بقيه الاساتذه الاحباء، لانه ممكن البعض يحط اسئله كتيره، هقضي الساعتين اجابه لاسئلته هو وبس، وبقيه الناس كلها تزعل مني وانا مش قادر استحمل زعلكم. ربنا يبارككم. اخويا الحبيب استاذ لايف تيست شانل او الاستاذ علي العابر بيقول سلام المسيح ونعم عليك الاخ دكتور غالي هولي بايبل. سؤال بصحاح اللاويين اصحاح واحد يقول: اذا شخص سوى شيء لا يقبل فعله واتى شخص شهد عليه بالحق، الرب يسوع المسيح يقول لا تدين الناس لكي لا ندان، كيف أفهم الصح؟ أشكرك جدا عزيزي على سؤالك المهم جدا، لكن أخوي الحبيب أستاذ علي باختصار شديد يوجد فرق كبير ما بين الشهادة وما بين الإدانة. الإدانة أن أنت تروح تتكلم على أخيك في ظهره وتدينه وتقول ده كذا وده صفاته وده نعته والكلام ده كله، دي أن أنت بتدين أخوك سواء في قلبك، سواء بتتكلم مع واحد تاني بتغيبه بالكلام ده كله. أما الشهادة ده حاجة مختلفة تماما. لو واحد عمل حاجة خطأ وكانت فيه محاكمة أو فيه استدعاء للشهود أو فيه موضع يؤثر بسلامة شخص أو فيه أمر مهم للسلامة العامة أو الحاجات اللي زي دي، ويوجد شاهد لازم يشهد بالحق. بل معلمنا بولس الرسول نفسه تكلم في رسالته الأولى إلى تيموثاوس 5 أعتقد 19 لما بيقول لا تقبل شكاية على شيخ إلا على شاهدين أو 3 شهود. فيوجد فرق كبير ما بين الشاهد اللي لازم يقول بكل أمانة الموقف، ويوجد فرق كبير أخويا الحبيب ما بين الإدانة إن أنا أدين شخص وهو في غيابه أو أتكلم عليه رديا في غيابه أو غيره. فده في موقف رسمي، في محاكمة، في شهادة لأجل والهدف لأجل المصلحة، ده في غياب الشخص ولأجل الدينونة أو بأجل غل أو غيظ أو غيرة أو حسد أو غيره. هل أخويا الحبيب أستاذ علي عرفت أوضح لحضرتك الفرق ما بين الاثنين؟ مش عارف، بس أتمنى لو نجحت في ذلك. لو لا تحت أمر حضرتك قولي لا ما بنتش، وأنا أحاول أشرحها أكتر على قد ما أقدر. ربنا يبارك حضراتكم. سؤال لأخويا الحبيب أستاذ زيد الحروب وضيفنا العزيز اللي دايما موجود معانا، ربنا يباركك.
بيقول: دكتور غالي، أتمنى تكون بخير وصحة وسلامة. أشكرك جدا عزيزي. في سؤال محيرني، هل المسيحي مجبور على تطبيق الشريعة العهد القديم؟ وهل هو مأمور في الوصايا العشرة؟ وهل يوجد ذكر لآدم وحواء في حضارات العالم القديم، حضارات غير التي ذكرتها أنت؟ بالنسبة لسؤال حضرتك الجزء الأولاني، هل المسيحي مجبور على طريق تطبيق شريعة العهد القديم؟ شريعة العهد القديم يوجد أنواع من الشريعة أو الناموس، يوجد الناموس الطقسي ويوجد الناموس العام بتاع الوصايا العشرة. الوصايا العشرة ده ناموس عام، ده مش طقسي، ده ثابت في كل زمان ومكان. ما ينفعش تكون في شريعة المحبة للمسيح وتقتل أو تزني أو تسرق أو تعبد إله تاني أو هكذا. أما الناموس الطقسي بتاع شريعة العهد القديم اللي هو بتاع أنواع الذبائح وبتاع شريعة التطهير وغسل اليد بطريقة معينة ورحض الجسد وي 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 وي، هذا الناموس الطقسي، الناموس ده ينطبق على الأحياء، زي ما يوصفه سفر المزامير بوضوح: ناموس الرب كامل. ده ناموس رائع جدا، لكن يطبق على الأحياء. المسيحيين دول ماتوا وقاموا مع المسيح، فلا يطبق عليهم هذا الناموس. يعني إيه؟ أي إنسان مسيحي آمن بالرب يسوع المسيح ربا ومخلصا وفاديا، إلهنا، الإنسان المسيحي اللي بيآمن بالرب يسوع الإله اللي مات عشاننا وقام عشاننا، بنموت معاه في المعمودية، مدفونين معه في المعمودية زي ما قال معلمنا بولس الرسول. ناموس العهد القديم ما بيطبقش على الإنسان اليهودي لما يموت، فأيضا لا يطبق علينا لما نموت في المعمودية ونقوم كإنسان جديد مع المسيح. لا أحيا لا أنا، بل المسيح يحيا فيه، فما أحياه الآن أحيا بالإيمان. فهمني أخويا الحبيب، هي معلش نقطة مهمة جدا، والإنسان المسيحي بيفهمها خاصة بإرشاد الروح القدس اللي بيوضح له لما يبتدي يعيش الحياة دي. لكن يمكن إنسان ما تعمدش، بالنسبة له بيبقى الأمور ده ظل بعيد، مش فاهمه يعني إيه. إحنا فعلا بنموت مع المسيح في المعمودية وبنقوم مع المسيح كإنسان جديد، الإنسان العتيق ده خلاص. فلذلك العهد القديم ما بيطبقش علينا، خاصة إن العهد القديم ينطبق على الأحياء، إحنا متنا مع المسيح. الناموس الطقسي بتاع العهد القديم كان يرمز للمسيح، متى جاء المرموز إليه اكتمل الرمز، فخلاص. أيضا المسيح هو الوحيد اللي طبق وتمم ناموس العهد القديم بالكامل، فعشان كده كان إنسان مسيحي أوجد فيه، زي ما بيقول في فيليبي 2، فأنا أوجد في المسيح اللي تمم هذا الناموس، فخلاص أنا مش محتاج أتممه مرة تانية. أقول لكم على بدعة يهودية بيقولوها بعض اليهود الحداثة هذه الأيام، عارفين بيقولوا إيه؟ اليهود تأكدوا إن محدش يقدر ينفذ الناموس الطقسي اللي هو 613 شريعة بتوعت العهد القديم، مفيش إنسان يهودي يقدر ينفذهم بالكامل. عارفين قالوا إيه؟ بدعة هتستغربوا إليها جدا جدا، ينادوا بيها بعض هؤلاء اليهود، بعضهم مش كلهم. قالوا يبقى الإنسان عشان مش هيقدر يتنفذهم يبقى ينفذهم على مراحل. يعني إيه يا إخوانا مراحل؟ قالوا يبقى الإنسان اليهودي يتولد وينفذ له كام واحدة من الناموس اللي هو 613، بعد كده يموت ويتناسخ الأرواح، فتتناسخ روحه مرة تانية، فيجي مرة تانية فينفذ له كام واحدة تاني، ويموت ويتناسخ الروح بتاعه مرة تانية ويجي ينفذ له كام واحدة تاني، وواحدة تالتة وهكذا وهكذا، لغاية بعد عدد تناسخات على قد ما يقدر، لغاية ما ينفذ ال 613 في عدد التناسخات دي كلها، ساعتها خلاص ما يتناسخش مرة تانية. ايه رأيكم؟ انا ايه اللي اقصد اقوله؟ هم تأكدوا ان لا يوجد انسان يستطيع ان ينفذ 613 ناموس موسى، الوحيد اللي نفذهم الرب يسوع المسيح، علشان كده محدش قدر يبكته على خطية، من منكم يبكتني على خطية، بل وضحوا واظهر معنى. اسف لو طولت عليك اخويا الحبيب، زيت الحروب في النقطة الاولانية ده باختصار شديد جدا. اما الوصايا العشرة دي الشريعة العامة، ده مش الناموس الطقسي، ده عهد قديم وعهد جديد، بل ينطبق حتى على غير المسيحيين. اليهود اختصروهم في 7 وقالوا الأمميين أو الغويين يطبقوا 7، احنا بنقول حتى العشر وصايا دول يعني الأساسيين لكل زمان ولكل مكان، وعشان كده المسيح اختصرهم في وصيتين، العشر كلهم 2: تحب الرب إلهك
وتحب قريبك كنفسك. لو هتحب الرب إلهك مش هتعبد إله تاني، مش هتسجد، وهكذا وهكذا وهكذا. وتحب قريبك كنفسك اللي هي تخضع ليه كل، لا تزن، لا تزني، لا تسرق، لا تشتهي، لا تقتل، لا تشتهي بيت قريبك، ولا وهكذا. الجزء الثاني من سؤال حضرتك، هل يوجد ذكر لآدم وحواء في حضارات العالم القديم غير اللي ذكرتها أنت؟ يس عزيزي، يوجد ذكر لآدم وحواء في حضارات العالم القديم ولكن بصور مختلفة. اللي أنا قدمتهم في الملف بتاعي كان أمثلة. ده يوجد علماء متخصصين في الحضارات القديمة كتبوا كتب عن هذا الأمر، بس هتلاقيهم في حضارات كتيرة تذكرهم بأسماء مختلفة بطرق مختلفة أو إشارات مختلفة. عند حضرتك يعني تقريبا في بعضهم يعني أحصى ما يقترب من 250 حضارة، أعتقد السؤال ده كان جه الأسبوع اللي فات، بس anyway أهيني بكرر إجابته مرة تانية. في ما يقترب من 250 حضارة قديمة بما فيهم المعزولة اللي في العالم القديم تكلموا عن بداية العالم من أسرة بأشكال مختلفة، كل دول إشارات لآدم وحواء. لا يوجد حضارة واحدة قديمة، في حاجات غريبة كده جت في النص زي الهندوسية دي مش بتكلم عنها، لكن تقريبا أغلب إن لم يكن كل الحضارات القديمة تكلموا عن الأسرة البشرية اللي بدأت العالم، ذكروها بأسماء مختلفة، ولكن كتير منهم يعني الأسماء اقتربت من آدم وحواء، بما فيهم الحضارة الصينية على فكرة وحضارات معزولة وهكذا. ولم أجد أو أسمع في هؤلاء العلماء اللي حتى منهم غير مسيحيين واحد منهم تكلم على أنه جدوده كانوا شوية قرود وبقوا يتطوروا فنزلوا من على الشجر لغاية ما بقوا بشر. لم أجد حضارة واحدة قديمة قالت هذا الادعاء أن جدودهم كان شوية قرود، لكن كل الحضارات القديمة تقريبا أغلب إن لم يكن كل تكلموا على البداية البشرية، وده إشارة لآدم وحواء بإشارات مختلفة، واللي قدمتهم في الملف بتاعي كان أمثلة على هذا الأمر. أشكرك جدا عزيزي أستاذ زيد الحروب، ومرحب بيك باستمرار معنا، وأشكرك على أسلوبك الراقي واللي بيئي جميل باستمرار في وجودك معنا. حتى الآن أنا مش لاقي حد رافع إيده في البالتوك، فأكمل الأسئلة أونلاين. سؤال من الفيسبوك أستاذ حسان بيقول: سلام المسيح، أنا في عندي سؤال، وعندي سؤالي في واحد شيخ مسلم عم بيسوي معجزة، يعني في واحد بالولادة لا يسمع وبيحكي الشيخ إنه بيقرأ قرآن بعدين يرجع إنسان طبيعي، وكمان كان في واحد ميت الشيخ يقرأ عليه القرآن بيعيش. بصراحة أنا استغربت، فيك تخبرني من بعد إذنك. أشكرك جدا عزيزي أستاذ حسان، ربنا يباركك ويحافظ عليك يا رب. بص عزيزي، الشيطان قادر إنه يتشبه حتى بشبه ملاك نور، لكن الفرق هل هذه المعجزات حقيقية؟ لا، بتبقى خدعة عزيزي. أولا المعجزة دي هو بيحكي الشيخ إن هو عملها، لكن هل هذه المعجزة عليها شهود؟ يعني على سبيل المثال معجزات إقامة الموتى المسيحية بيكون عليها تقريرات طبية، ده مش شيخ ولا كاهن ولا قس ولا مبشر ولا بتاع عنده موهبة إقامة الموتى بيقوم يدعي هذا الأمر، أو شفاء مرضى بيقوم يدعي هذا الأمر، لا، ده بيبقى فيه تقريرات طبية إنه الإنسان ده فعلاً كان عنده هذه المشكلة بتقرير طبي، وبعد الصلاة شفى من المرض، اختفى السرطان، بدأ يتكلم، قام من الموت وهكذا. دي النقطة الأولانية. النقطة الثانية عزيزي، خلي بال حضرتك في ربط الشيطان دي كتيرة جدا، وفعلا ممكن إنسان يكون مسلم من البداية ربط الشيطان إن هو ما يسمعش، ويجي هذا الشيخ اللي بيستخدم أساليب السحر والقرآن وغيره ويخلي باتفاقه مع الشياطين إنه يقول إن هو سمع أو يمثل إن هو يسمع، دي بتبقى خداع. الشيطان دايما بيحاول يخدع بالتقليد، عشان كده حتى بيقول لنا إنه في نهاية الزمان لما يجي زي ما قال لنا سفر الرؤيا ويجي الوحش العالمي والوحش الأرضي، إنه هذا الوحش أو ابن الهلاك هينزل نار من السماء وهيجعل صورة الوحش العالمي إن هو يتكلم. هل دي معجزات حقيقية؟ لا، دي بتبقى خداع شيطانية. فخلي بال حضرتك أخويا العزيز، دايما الشيطان يا إما يحاول يشككك في الطريق الحقيقي الوحيد، لأن هو لا يوجد غير طريق واحد،
اللي هو الرب يسوع المسيح، أنا هو الطريق والحق والحياة. طيب لما يلاقيك متمسك بالطريق ده يعمل لك إيه؟ يخترع لك 100 طريق ولا 1000 طريق تاني يدعي فيهم تشابه بالخداع، عشان أنت لو أو الإنسان اللي ضعيف اللي هو صغار النفوس يعثروا عن طريق التشابهات، وده بتبقى غير صحيح. أوكي يا أخويا الحبيب، فدي بتبقى خدعة. فلو اتأكدت أو لو شفت بنفسك هتلاقي معلهاش شهادات، ولو عليها حصلت فعلا حاجة تأكد إن ده لو هتشوفها بوضوح هترى إن الموضوع بيبقى ربط من الشيطان. أعرف كثيرين حكوا بما فيهم عابرين، وأحدهم كان بيقوم بهذا الأمور، وكان الشخص بعد ما يدعي إن هو كان ما بيتكلمش وبسبب الشيخ باتفاقه مع الشيطان تكلم، بعدها على طول بيرجع حالة أسوأ بكثير جدا. أنا أيضا شفت إخراج أرواح لإخوة مسلمين، يعني صعب عليا اللي بيخرجوا منه الروح الشرير، لأنه بينزلوا فيه ضرب لما يتعدم العافية، وفي الآخر يهدى ويتهد من كتر الضرب عشان يتقال إنه الشيطان خرج منه. وطبعا لما يستعيد صحته بعد الضرب ده كله بيرجع تاني أشر من الأول. فربنا يحافظ علينا من خداع الشيطان. ده باختصار شديد جدا. سؤال من اليوتيوب، أستاذ سلام وصوف بيقول: سلام الرب يسوع وبركته معك دكتور، أشكرك جدا عزيزي. بيقول: شاهدت اليوتيوب محاضرة للأستاذة فلانة يقول بتاريخ كذا، بتقول إنه رقم 66 هو عدد كلمة تقليد باليونانية. أولا المعلومة دي غلط. ويقول الدليل إن الرب هاجم تقليد اليهود عدة مرات في الإنجيل مع الشكر. هذه المعلومة خطأ تماما، وإذا كان كلمة التقليد إن هي معناها 66 وده غير صحيح، يبقى الرب يسوع ومعلمنا بولس الرسول كانوا كمان هما التانيين بيتكلموا عن تقليد شيطاني أو مرفوض. ليه؟ يوجد نوعين من التقليد، التقليد الصح والتقليد المرفوض. التقليد لا يتفق مع روح الكتاب ده صحيح، التقليد ده اللي يخالف في الكتاب المقدس ده مرفوض تماما. المسيح انتقد، ومعلمنا بولس الرسول والتلاميذ انتقدوا تقليد الشيوخ اليهود اللي خالفوا فيها الكتاب المقدس، وشوف الكلام اللي موجود في الموعظة على الجبل. لكن التقليد المسيح اللي انتقل من خلال التلاميذ والرسل لا، ده صحيح. لو حضرتك فتحت معايا رسالة معلمنا بولس، طالما هذه الأخت بتتكلم في اليوناني جميل، ابعت لها سؤال قول لها: طب ممكن تفتحي رسالة معلمنا بولس الرسول الثانية إلى أهل تسالونيكي إصحاح 2 عدد 15 وتقرأ كلمة التعاليم باليوناني؟ لما بيقول معلمنا بولس الرسول: اثبتوا إذن أيها الإخوة وتمسكوا بالتعاليم. عارف كلمة تعاليم اللي جاية باليوناني دي إيه؟ هي نفس كلمة باراديسيوس اللي استخدمها المسيح على تقليد الشيوخ، هي هنا معلمنا بولس الرسول بيقول تمسكوا بيها، لكن مش بيتكلم على نتمسك بتقليد الشيوخ اليهود المرفوضة، لا، بيتكلم على تقليد التلاميذ. عشان كده في الترجمات الإنجليزي كثير منها ترجمتها إيه؟ traditions. فكلمة باراديسيوس عزيزي اللي جات في هذا العدد وكثير من أعداد أخرى، ولو عايز أنا أفضل أذكر لك نص صبح أعداد ذكرت واستخدمت هذه الكلمة، على سبيل المثال كورنثوس الأولى 11:2: فأمدحكم أيها الإخوة على أنكم تذكرونني في كل شيء وتحفظون. باراديسيوس التقاليد التراديشنز. وعايز تتأكد من كلامي افتح قاموس سترونج وقاموس ثاير وقاموس وورد كومبليت ستادي وغيرها كتير جدا، بل تقدر ترجع للموقع بعد ما ينتهي الصيانة إلى ملف، اكتب بس عنوان التسليم والتقليد وهتلاقي جايب بدل القاموس كثير جدا. معايا؟ فكلمة التقليد دي جات كتير جدا، بل يقول لنا الكتاب الشخص اللي يمشي بدون التقليد تجنبوه. عارف الكلام ده فين؟ في رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل تسالونيكي 2 3 الثانية إصحاح 3 عدد 6،
نوصيكم أيها الإخوة باسم ربنا يسوع المسيح أن تتجنبوا كل أخ يسلك بلا ترتيب وليس حسب التعاليم التي أخذتوها مننا. لو لقيت واحد ماشي ليس بدون التقليد بتاع التلاميذ والرسل، ابعدوا عنه. ده نصا بقى كتابيا، وهي نفس كلمة باراديسيوس. فيوجد تقليدات مرفوضة تكلم عنها المسيح، وتكلم عنها معلمنا بولس الرسول في غلاطية 1:14، اللي هي تقليدات اليهود، تقليدات آباء. ويوجد تقليد صح اللي حطه الرب يسوع واللي نشره التلاميذ والرسل. بل يقول لنا تمسكوا بالتراديشنز، تمسكوا بالتقليد. فأثبتوا إذن أيها الإخوة وتمسكوا بالتعليم اللي هي التقليد. معايا عزيزي؟ فالحقيقة يعني اللي يطلع بس علشان هو مش فاهم معنى الكلمة، مع كل احترام للكل على راسي من فوق، بس لأجل شيء أو بسبب خلاف طائفي أو كره الحاجة معينة أو هجوما على كنيسة معينة بيكرهها، فعايز يفرق الإخوة الأحباء، فيطلع يهاجم. أقول له معلش بس راجع نفسك مرة تانية، ورجع لليوناني وتأكد ودبل تشيك قبل ما تقول الكلام اللي لما بتقوله للأسف بيتمسك عليك وبيطلع إن كلامك خطأ وغير صحيح. معايا؟ ولا أقصد أي إساءة لأحد، الناس على راسي من فوق. أنا أرفض تماما التعليم الخطأ اللي يكون فعلا نص مخالف للكتاب سواء لغويا أو غير. ربنا يبارك حضراتكم. أستاذة لوزا مينا، أو آسف لو كنت بأخطئ في الاسم، من اليوتيوب. سؤال: ها أنا آتي سريعا، طوبى لمن يحفظ أقوال نبوة هذا الكتاب. رؤيا يوحنا اللي هو 7:22، هل يقصد العهد اللي هو آسف 22:7، شاهد جهة غلط. هل يقصد العهد الجديد أم سفر الرؤيا؟ وإن كان سفر الرؤيا، أنا أؤمن أن كل كلمة لي فيها على المستوى الشخصي منفعة وصوت الله، فهل من الممكن أن يكون سفر الرؤيا هو أحداث وحروب على المستوى الشخصي؟ لأني لن أحضر أحداث النبوة بالكامل، وشكرا لأجل تعبك لا يعود. مش أشكرك، أشكر حضرتك جدا، ربنا يبارك. أولا لما بيقول طوبى لمن يحفظ أقوال نبوة هذا الكتاب، بتتاخد بالمعنيين والاثنين صح. نبوة هذا الكتاب المقصود به سفر الرؤيا، ونبوة هذا الكتاب لأن سفر الرؤيا هو اللي كاتبه مين؟ الروح القدس. فهو نفس الكتاب اللي كاتبه الروح القدس، وهو الكتاب المقدس العهد القديم والجديد. عشان كده يقول معلمنا بولس الرسول بوضوح بالمفرد كل الكتاب، وبيتكلم على الكتاب المقدس بعهده ما تم كتابته حتى زمن معلمنا بولس الرسول. كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر. فسفر الرؤيا اللي بيتكلم عنه طوبى لمن يحفظ أقوال نبوة هذا الكتاب، سفر الرؤيا والكتاب المقدس من تكوين 1 لرؤيا 22. أما بالنسبة هل كل كلمة لي فيها على المستوى الشخصي منفعة؟ الإجابة يس. للأسف، وأنا آسف وده خطأ مني وأنا زعلان جدا على النقطة دي، بسبب ضيق الوقت الشديد وبسبب كثرة الموضوعات وبسبب كثرة فترة الأسئلة والموضوعات اللي بتتفتح فيها، فمش لحقين نكمل سفر الرؤيا وتوقفنا في منتصف الإصحاح 13، وعايز أكمله بأي شكل. لكن ده خطأ مني لعدم حكمتي في تنظيم الوقت، فأنا آسف، وخاصة لو خايف لو ابتديت أشيل فترة أسئلة في مرة عشان ندرس سفر الرؤيا الناس تزعل وهكذا. بس anyway، سفر الرؤيا لما بفسره بوضحه، بحاول أفسره على قد ما أقدر. الألفاظ اللغوية قالت إيه؟ لأن لو ما تعرفش اللغة قالت إيه وسياق الكلام قال إيه، ممكن تبنى معنى رمزي وروحي فقط خطأ. فبنحاول نفهم أصلاً اللفظ اليوناني كان مقصود به إيه، ونتأكد من ترجمات مختلفة لدقة ترجمة لفظ اللي موجود، وبناء عليه طب الأعداد المشابهة قصدت تقول إيه، وبينطبق على الأمور التاريخية إزاي على كنيسة عامة، وينطبق علي أنا شخصياً. على سبيل المثال لما اتكلمت على السبع كنائس أو السبع كواكب، سبع كواكب بيطبقوا على تاريخ الكنيسة بوضوح شديد من زمن كنيسة المسيح تلاميذه لغاية لاوديكية زمن الارتداد، وانطبق علي أنا في مراحل مختلفة. أنا ممكن أبقى في مرة من المرات في قوة إيمان وقوة محبة أبقى أفسس،
وممكن مرة تانية لأجل تجربة تقيلة عليا ولحظات ضعف وفترات ضعف أكون لاودكية أكشولي، وممكن في لحظة من المرات لما يحصل لي اضطهاد شديد أكون سميرنا، وممكن في وقت أضعف فيه وأكيد أكون تمثيل، وهكذا ثياتيرا وهكذا. فأيوة سفر الرؤية ينطبق علي أولا، ما إحنا هياكل الله وروح الله ساكن فينا، وسفر الرؤية مكتوب للكنيسة، ما يقوله الروح للكنائس حضرتك وحضرتك وكل أخ فيكم، مش يسكن فيكم روح الله، روح الله ساكن فيكم، فكل واحد فيكم كنيسة، كل واحد فيكم هيكل يكون فيه ربنا، وهذا الكلام في سفر الرؤيا للكنائس حضراتكم، فينطبق بطريقة عامة تاريخ الكنيسة بمنتهى الدقة والروعة، ولكن أيضا بينطبق أحيانا في حياتي الشخصية بأمور كتيرة جدا. فأشكر حضرتك أستاذة لوزة، ربنا يبارككم، وشكرا للكلام اللي قلتيه، فبيتاخد بكل المستويات دي، ربنا يبارككم، فمستوى شخصي، مستوى مكاني، ومستوى عام تاريخي من بداية الكنيسة لغاية النهاية. أستاذ منوعات مينو بيقول: هل الحية قديما اللي آسف اعتذر اللي ذكرت في بداية سفر التكوين كانت بتمشي أو تطير؟ أشكرك جدا أخويا الحبيب أستاذ منوعات ميدو، ربنا يباركك وأشكرك دايما على تواجدك معنا. بص عزيزي، باختصار شديد، طبعا الموضوع ده بيتكرر كتير قوي وأنا أجبت عليه لغاية دلوقتي في 4 أو 5 ملفات مختلفة، اللي هو موضوع تكلم الحية مع حواء. فموضوع هل الحية تأكل تراب؟ ليه الحية كالحيوان اتلعنت؟ طب إذن بها الرد على ادعاء أن الرب كذب وعلى آدم والحية هي اللي صدقت، وكيف تكلمت الحية مع حواء في الجنة، وكلهم نفس الموضوع تطرقت إليه. الكلام مقصود به الشيطان، ولكن يوجد ثعبان literally حيوان من لحم ودم، هذا الحيوان استخدمه الشيطان في الكلام مع حواء اللي هو نحاش. يمكن شرحت وقلت قبل كده باختصار شديد إنه ما نعرفش هل كل التعابين الحيات الكائنات الزواحف الريبتايلز دول هل كلهم، ما اعتقدش الكلام عنهم كلهم، لان ربنا خلق كائنات كتيرة. التعابين 3000 جنس عزيزي موجودين او تحت 458 جنيرة اللي هي طرز، اللي هي غالبا اللي بيتكلم عنها الكتاب في سفر التكوين لما بيقول أجنسة، أو لما تيجي في الترجمة الإنجليزي كينج جيمس يقول كايند. كمان ال 458 جنيرة دول أو طرز متجمعين في 20 عائلة، في تقسيم تاني متجمعين في 18 عائلة، ما علينا. فلا أعتقد، وأنا ده كلام رأيي الشخصي، إن مش الكلام اللي مقصود بيه على كل التعابين بكل أجناسها وكل طرزها وكل عائلة، لا معرفش بدقة، لكن أعتقد الكلام مقصود يا إما جنس أو طراز أو عائلة من التعابين. قد يكون طراز واحد من التعابين كان بأرجل، وده عندنا أدلة من الحفريات ضخمة إنه يوجد فعلا كان من بعض أنواع التعابين كانت بأرجل وفقدتها، بل عندنا أدلة كمان من الآثار تؤكد إن في الحضارات القديمة كانوا يعرفوا هذا النوع. وقد يكون هذا الجنس اللي كان فعلا بأرجل اتلعن وفقد الأرجل وكمان هو اندثر. ده اللي أقصد أقوله. هل كانت بتطير؟ لا، الكتاب المقدس لم يقل ذلك أخويا الحبيب على الإطلاق. لكن هل الكتاب المقدس وضح إن هي كانت بتمشي؟ ده مش بس سفر التكوين اللي إصحاح 3 اللي وضح هذا الأمر إن هي كانت بتمشي، وده حسب مفهومنا الكتاب المقدس قال: على بطنك تزحفين وترابا تأكلين. ولقينا حفريات تؤكد أنه كان يوجد هناك ثعابين لها أقدام قصيرة. بل تخيل أخويا الحبيب أستاذ منوعات ميدو، التطوريين عشان بيؤمنوا بالتطور ولازم تكون الحياة كريبتايلز جم من جدود مشتركة من البرمائيات، والبرمائيات كلها ليها أقدام، قالوا يبقى الثعابين تطورت من كائنات بأقدام وفقدتها، رغم أن ده ضد الانتخاب الطبيعي. أنه فيهم كائن كان بأرجل ويفقدها، هو ده اللي تنتخبه الطبيعة، ولا اللي لسه عنده أرجل اللي أسرع واللي بيعرف يمشي، عايز يزحف يزحف، عايز يمشي يمشي. لكن اللعنة اللي ذكرها سفر التكوين هي اللي توضح لي أكتر، فأنا عندي حقيقة
حفريات واضحة لتعابين بأقدام، دي موجودة، ده فاكت، ده محدش يقدر ينكرها anymore، ده خلاص. لكن بتطير؟ لا، أولا لا لقينا لا الكتاب المقدس قال الكلام ده، لا عندنا حفريات لتعابين كانت مجنحة وبتطير، ما ملياش دعوة بالأساطير، لكن الكلام بتكلم على أدلة شفناها بعينينا. على فكرة إن شاء ربنا ودبر، زي ما قلت إن شاء ربنا ودبر مرة تانية يوم الحد الجاي، هرد باختصار على موضوع ناموس موسى وشريعة حمورابي، هل موسى نقل، هل شريعة حمورابي أحسن، والادعاءات الكثيرة الغير أمينة من بعض الإخوة الأحباء الغير مسيحيين. لكن احتمال الحد اللي بعده هيكون الحد الأول من الشهر، هيكون فترة أسئلة لمدة ساعتين. أحاول يمكن لو قدرت، لو ربنا دبر الحد اللي بعده أو اللي بعده، مش عارف هلحق ولا لأ، ف2 يناير الحد هيكون فترة الأسئلة. لو قدرت يوم 9 يناير، آسف، 2 فبراير، 9 فبراير، أحاول أعمل مرة تانية موضوع، لأنه برضو بيتهاجم لسه بشدة، موضوع حواء، وخاصة بعضهم طالعين يصرخوا ويزعقوا ويصيحوا ويقول لك حواء، يطلع لها تعبان يكلمها وما تخطيتش. تخيل انت لو قاعد كده في امان الله ويجي لك تعبان يكلمك، هتتخض، ده انت هتجري، ومفروض كلام كتير، والدراماتيزيشن اللي بيعملوها اخواتنا الاحباء الغير مسيحيين في هجومهم على الكتاب المقدس، وخاصة المتخصصين ان هم ازاي يصرخوا وهم بيقولوا الشبهات بتاعتهم ويطولوا فيها ويكونوا غير امناء في كلامهم. فهعمل الموضوع ده، وبرضه هتطرق الى موضوع ازاي حواء لم تفزع من انه يجي قدامها تعبان يكلمها وتقعد مطمئنه كده وفي سلام. الموضوع ده هاخده ان شاء ربنا ودبر قريبا في الرد على خدمه الرد على الفيديوهات. ربنا يبارككم. سؤال من الاستاذنا الحبيب استاذ اند تايم من اليوتيوب، بيقول: سلام ونعمه المسيح، الرب يبارك خدمتك استاذنا اخانا الغالي دكتور غالي. بشكرك جدا عزيزي على كلامك الحلو اللي ما استحقوش. بيقول: أنا كتبت كام موضوع وبنشرهم على النت وبوزعهم بالكنائس، بركة كبيرة جدا عزيزي. هل ممكن أبعت لك كتابات تراجعها؟ لا يا عزيزي، أبعتها أتعلم منها، مش أراجعها، مين أنا أقل من ذلك بكثير، لكن الخدام اللي في الكنائس يكونوا أفضل للمراجعة. أنا أخدم بالمجان، أشكرك جدا، الكلام ده مهم، لأن مجانا أخذتم مجانا أعطى. لأن شغلي بيدي والرب ساترها معايا، الرب يباركك مع أسرتك. أشكرك جدا عزيزي، ولكن عايز أكون أمين مع حضرتك، أنا أولا والله يعلم التواضع لا أستحق. حاضر، أنا ما كنتش واخد بالي، حاضر، هاخد أستاذ فرايد أونيون وهاخد أستاذ ديفز، لحظات، على طول دلوقتي. ثانيا عزيزي، اللي هيكونوا موجودين مع حضرتك هيكونوا أفضل بكتير مني. ثالثا، يمكن معلش هكون أمين معاك، وأنا عارف إن ده قلة أدب مني، يعني ضيق الوقت مش هيسمح، وهكذا. فربنا يباركك، وان ما استحقش محبتك، وحقيقي ربنا يحافظ عليك، ولكن اديهم اللي هم افضل مني بكتير، اللي ربنا مستخدمهم في الخدمه وليهم مرتبه وعندهم المسحه المقدسه، هيكونوا احسن مني بكتير جدا في المراجعه عزيزي، وربنا يبارك حضرتك. واشكرك جدا ان انت فعلا بتخدم بالمجان، وصدقني ربنا هيعوضك، ربنا يحافظ عليك. طيب اسمحوا لي اخد سؤالين من اونلاين وارجع لحضراتكم مره تانية وبسرعه شديده. لحظه واحده. معلش شفتك ميه عشان الزور ابتدى. طيب استاذ فرايد اونيون، اسف طولت عليك جدا عزيزي، سامحني، والمايك مع حضرتك. شكرا يا دكتور، شكرا، اولا سلامتك من التعب. ثانيا، حضرتك قلت ان كتاب حياه الصلاه بتاع ابونا متى، هو صحيح ده كتاب حلو لابونا متى، بس معظم، عايز بس على التوضيح، لان معظم كتابات ابونا متى فيها عشقات جامده وفيها هجوم جامد على الكنيسه، يعني سيفير اتاكس. فبس عايز توضيح من حضرتك ان في كتب مثلا بتقرا وفي كتب ما بتقراش لابونا مات. و شكرا يا دكتور، والمايك على حضرتك، وسلامتك تاني. اشكرك جدا عزيزي استاذ فرايد اونيون على الكلام اللي حضرتك قلته، وخلينا نكون امنا مع بعض. و
قد نختلف في الرأي، لكن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، ونتحمل بعض منتهى المحبة. بص عزيزي، فيما عدا الكتاب المقدس مفيش كتاب صح تمام، كل الكتابات فيها أخطاء. قد كتاب يكون فيه أخطاء نسبته كتيرة، وقد كتاب آخر يكون فيه أخطاء نسبته قليلة. فممكن يكون أحد الآباء أو أكثر من أب أو أكثر من شارح أو مفسر في نفس الزمان، يكون أحدهم كتاباته فيها أخطاء قليلة جدا، وآخر يكون نسبة الأخطاء مرتفعة شوية. عشان كده أنا دايما بقول، وقلت المثال ده قبل كده، بيعجبني المثال اللي هو يعني eat the chicken through the bone، حاول دايما تاكل اللحمة وترمي العظمة، كل الفرخة وارمي العظمة اللي فيها. فاللي أقصد أقوله إيه يا عزيزي أستاذ فرايد أونيون؟ كتابات أبونا متى المسكين فيها أخطاء؟ آه فيها أخطاء. هل أقول عليها توصل لدرجة الهرطقات؟ لا، لأنه في فرق ما بين الهرطقات، وفي فرق ما بين البدع، وفي فرق ما بين الرأي. هل يوجد آراء كثيرة خطأ؟ أقول بلاش كلمة كتيرة، بعض الآراء خطأ؟ آه أتفق مع حضرتك. هل قلة قليلة جدا منها تصل إلى مرتبة البدع؟ قد يكون، رغم أن أنا أقل من أن أحكم، لكن هل هي تصل إلى الهرطقة؟ لا، الهرطقة اللي هي تمس لاهوت الرب يسوع المسيح أو الثالوث أو عقيدة التجسد أو الصلب والإيمان، يس، دي لا أقول على الإطلاق كتابات أبونا متى المسكين فيها هرطقات، قد يكون فيها قليل من البدع وأكثر منها نسبة آراء خطأ. لازم نفرق ما بين هرطقة وبدعة ورأي خاطئ. قلتها قبل كده وبكررها، أبونا متى المسكين بتعلم من كلامه كتير جدا، ويوجد كتابات رائعة زي كتاب حياة الصلاة، إعداد الخدمة، حبة الحنطة، غيرها كتير جدا، وكمان تفسيراته الرائعة. ولكن يوجد مشكلة كبيرة عند أبونا متى المسكين. أبونا متى المسكين الرائع اللي عاش حياته الكثيرة دي كلها في الدير أبو مقار، واضح إن هو كان معزول، لذلك كان يعتمد على كتابات غربية اللي بيجيبها له البعض، مش هو اللي كان بيروح وينتقي، دي كانت كتابات بتجيله، وخاصة وقلتها بوضوح فيما يتعلق بكتابات النقد النصي. للأسف واضح إن كل الكتابات اللي كانت بتيجي لأبونا متى المسكين المتعلقة بالنقد النصي كانت بتجيله كتابات من المدرسة النقدية بس، ولم تكن تأتي إليه كتابات من المدرسة التقليدية. لذلك كان يفتح الكتب دول يلاقيهم كلهم يقولوا له مثلا قصة المرأة الزانية، لا دي غالبا غير أصيلة، رغم إن ده مش المدرسة التقليدية، ده المدرسة النقدية، وكمان مش بس المدرسة النقدية، ده بعدهم نقد راديكالي. فده يعني مش هلوم عليه كتير، لكن هلوم على اللي كانوا بيوصلوا الكتابات النقدية وبس. فكان يقول يعني يقولها أجمع العلماء، وهو يقصد يقول مين؟ لا للأسف مش كل العلماء، لأنه ما كانش يعرف كل العلماء قالوا إيه. هو يمكن 14 نقديين بعضهم راديكاليين، لكن أمامهم مئات إن لم يكن أكثر منهم كثير تقليديين قالوا عكس الكلام وقدموا أدلة أقوى بكتير وأثبتوا أصالة مثلا قصة زي دي وهكذا. فلا تأخذوا آراء أبونا متى المسكين النقدية، أو لو هتقروها اعرفوا أنها تمثل للمدرسة النقدية بس، لأنه العيب على اللي جابوا له الكتب دي، ده اللي كان وصل له. ولذلك آراء أبونا متى المسكين النقدية مش التأملات الروحية الرائعة جدا جدا، كتباته الروحية بتعلم منها مين أنا الحقير إن أنا أعلق على روعتها، لكن أتكلم على التعليقات النقدية، لا تمثل آراء العلماء بالكامل، ولا تمثل، أنا بتكلم في التعليق في النقد النصي، ولا تمثل آراء كل المدارس درسوا المخطوطات، لكن تمثل مدرسة صغيرة تسمى المدرسة النقدية، وكمان شريحة منها تسمى النقدية الراديكالية. كويس؟ ده عشان أحب أوضح. شكرا دكتور فري، ولكن مش كل الناس ناس درس النقد النصي، في علماء متخصصين في النقد النصي. They are scientists لأنهم دارسين الساينس بتاع هذا المجال.
فبيسموا المتخصصين واخدين ماجستير ودكتوراه في النقد النصي. anyway ما علينا. معايا اخويا الحبيب استاذ فرايد اونيون، فلو هتقرا لكتابات ابونا متى المسكين الجزء الروحي رائع، ده يعني unbelievable روعته. الجزء النقدي لا، خلي بالك منه بسبب سوء المصادر اللي كانت موجودة عنده. يمكن مش برمي اللوم عليه، برمي اللوم على المصادر اللي كانت موجودة عنده. وأبونا متى المسكين الرائع يعني، تاني أنا أقل بكثير، أنا الإنسان الضعيف إن أنا أتكلم على هذا الأمر، بس حبيت أوضح النقطة دي. وشكرا أستاذ فرايد أونيون، واحتراما كثيرا، عارف إن في مدرسة ضخمة تتبع أبونا متى المسكين، أنا لا أسيء إليه، ده أنا بتعلم منه كتير جدا، فما تفهمونيش خطأ، أنا بس حبيت أوضح. لكن أنت لو بتنتمي إلى المدرسة النقدية وهو ده المدرسة اللي بتتبعها، خلاص براحتك. لكن بس حابب أوضح لك، النقد النصي في تعليقات أبونا متى المسكين يمثل المدرسة النقدية وجزء منها الراديكالية. عشان كده هو حتى أبونا متى المسكين يجي في تعليق يقول رغم أنه العلماء قالوا أن ده مش موجودة في أقدم المخطوطات، ولكن يصر أن هو يقول أن هي من الكتاب ويتكلم عنها. يعني هو حتى ما كانش بيقدر في بعض المواقف، مواقف ما كانش بيقدر يعني يمشي مع رأيهم، ويلاقي أنه مش قادر يمشي مع رأيهم، فيضطر يمشي مع الرأي المدرسة التقليدية بدون ما يعرف أن في مدرسة تقليدية قدمت أدلة على صحة من المخطوطات والشواهد الخارجية والداخلية. anyway أشكرك جدا أستاذ فرايد أونيون، ربنا يبارك حضرتك، ومحدش يزعل مني من الكلام اللي قلته بصراحة، وقد أكون أنا مخطئ، ربنا يبارك حضرتك. أشكرك جدا عزيز أستاذ فرايد أونيون. بالضبط أستاذة هالة، لاهوتي كبير ومفسر رائع، والتعبيرات الروحية رائعة جدا جدا جدا، ومع حضرتك وكنائس كثيرة شرقية وغربية. ده كتاب، الكتاب اللي هو مثلا الخدمة أو الإعداد للخدمة، ده في كليات كثيرة بتدرسه، فأنا مع حضرتك في هذا الأمر. وعشان كده فرقت ما بين تعبيراته اللاهوتية، وعشان كده رفضت تماما أن حد بيقول كلامه هرطقات، وفرقت ما بين البدعة والهرطقة والرأي. وأبونا متى المسكين عمل unbelievable المجهود في التفسير والحاجات الروحية، وعشان كده رفضت تماما اللي يقول أن ده هرطقات. لا، فرق ما بين الهرطقة والبدعة والرأي. يوجد أراء خطأ، وخاصة ما يتعلق بالنقد النصي. ده باختصار شديد. أستاذ ديفيس لو حضرتك موجود، اتفضل المايك مع حضرتك. ألو، طيب يمكن هو كان أول مرة لأنه قال ألو بعد كده ساب المايك وخرج للأسف في الغرفة، فأنا هستناه 3 4 ثواني يمكن يقدر يرجع، ولو ما كانش هحاول أكمل الأسئلة أونلاين. طيب أستاذ ديفيس رجع. عزيزي أستاذ ديفيس بركة كبيرة، بس مش محتاج تقول ألو، لأن هنا أول ما بتاخد المايك عزيزي لما بتدوس لوك مايك أون انت بتبتدي تتكلم لوحدك، اوكي، فمحدش هيقدر يرد عليك لان المايك هيكون معاك انت لوحدك. المايك مع حضرتك استاذ ديفيس. المايك سبته لحضرتك عزيزي أستاذ ديفيس، فهسيب لك المايك، يا ريت تاخده. أخذ المايك. سلام المسيح دكتور غالي وكل الحاضرين في الغرفة. أنا عندي سؤال واحد وعندي بيه أو تنويه قد ينفع الخدمة. السؤال عن الملك قسطنطين. طبعا نسمع كثير من الاتهامات للملك قسطنطين من الأخوة المسلمين والملحدين، يدعون أن الملك قسطنطين هو الذي ناهيك عن أنه هو غير الإيمان، فرض إيمان جديد، يدعون أنه هو بالقوة أرغم كثير من الوثنيين أن يصبحوا مسيحيين. الحقيقة كل ما أطلب مصدر تاريخي أو دليل على هذا الكلام لا أجد أحد ينطيني أي مصدر تاريخي من كتاب أو من وثيقة أو من مخطوطة أو من أي آثار تدل على أنه هو أرغم أحد على المسيحية.
هذا السؤال. التنويه، أتمنى أن يتم عمل جدولة لكل الأسئلة التي طرحت في الروم، لأن كثير من الأسئلة يعاد سؤالها وأنت تعيد الشرح عليها، وكأنه إحنا يعني مضيعة وقت. أنا بالنسبة لي هي ليست مضيعة، كل إنسان من حقه أن يسأل، لكن السؤال يتكرر. نتمنى عمل جدول للأسئلة، ومن يحب يبحث عن السؤال يبحث عنه في حلقة سابقة أو في خدمة سابقة ويلقي السؤال، ويعني لو عنده تعقيب أو عنده إضافة يرجع مرة ثانية يسأل. وشكرا جزيلا دكتور غالي، المايك معك. أشكر حضرتك جدا عزيزي أستاذ ديفيس، ربنا يباركك ويحافظ عليك، وأشكرك على اشتراكك معنا. بالنسبة للسؤال اللي هو الملك قسطنطين، دايما بتلاقي في حاجات مهمة في التاريخ، ودايما الحاجات دي اللي بتضايق الشيطان تلاقي دايما اجتمعوا أعداء الإيمان عليها، زي ما يكرهوا معلمنا بولس الرسول جدا، زي ما يكرهوا البابا أثناسيوس الرسول، زي ما يكرهه قسطنطين، وهكذا العلامات في التاريخ، زي ما يأيده هيباتيا ويكرهه البابا كرولوس عمود الدين وهكذا. فلما تلاقي أولاد الشر اجتمعوا على كره شخص، ده غالبا غالبا من الإشارات، بس مش أساسية، لكن ثانوية، تديك إحساس إنه الشخص بعمل حاجات كويسة، عشان كده الشيطان بيكرهه قوي. الملك قسطنطين بوظ خطة الشيطان اللي كان عايز بأي شكل المملكة الرومانية اللي كانت تحت إيده إن هي تبيد المسيحية بالكامل. طبعا قسطنطين كسر خطة الشيطان بالقرار اللي أخده، فده حاجة وجعت قلب الشيطان، عشان كده المسلمين والملحدين وكلهم أبناء شياطين مع كل محبة واحترام ليهم، حتى لو مش مدركين، لأنه مفيش يا إما نور يا إما ظلمة، مفيش حاجة في النص، يا مع المسيح يا مع الشيطان، مفيش في النص، بيكرهوا. وزي ما حضرتك قلت، لما بنطالب بمراجع تاريخية ما بيتقدمش. باختصار شديد جدا عزيزي، الملك قسطنطين رائع، وعلى المستوى العام عمل حاجات رائعة جدا، على المستوى الشخصي زي أي إنسان هذا عابر، وأي شخص بيكون ليه حاجات رائعة بيعملها وبرضه ليه أخطاء. فهل الملك قسطنطين معصوم؟ لا مش معصوم، لكن قبوله للإيمان وقوة الإيمان والحاجات اللي عملها رائعة جدا، بعض القرارات اللي أخدها خطأ، وكثير جدا من القرارات اللي أخدها رائعة جدا جدا معايا. لكن ما نعتمدش على كتابات المهاجمين، وأقصى حد بيقدموه أخويا الحبيب أستاذ ديفيس بتبقى كتابات تعود إلى القرن 18 من المدرسة النقدية، دي أقصى حد بيرجعوا له. لكن عمر ما تقدم حاجة من القرن الرابع الميلادي بتقول فعلا أنا قسطنطين قلت وعملت وسويت، أو ده قراري، أو حجبر، أو هعمل، أو هكذا. معايا أخويا الحبيب أستاذ ديفز؟ فعند حضرتك حق. وعشان كده حتى الآن لم نجد شبهة فعلا تستحق حاجة تاريخية، ان نجيب المرجع التاريخي القديم ونشوف بيقول ايه، لان كل ما يقدم ده بدون ادل. لكن اشكرك جدا على اثارة الموقف، السؤال والنقطة عشان التوضيح. ودايما لما تلاقوا حاجة مسلمين ملحدين يهود وغيره واعداء الايمان اجتمعوا عليها، ده دايما يديلك علامة كده انه غالبا الحاجة دي كانت وجعت الشيطان، عشان كده بيكرهوها جدا واجتمعوا على كرهها. النقطة اللي حضرتك ذكرتها عندك حق، واشكرك جدا وربنا يباركك، اللي هي عمل جدولة لكل الأسئلة. ولكن بالضبط زي ما قال أخويا الحبيب أستاذ فرايد وغيره من الأساتذة الأحباء، كل يوم بيجي إخوة أحباء جداد لا أستحق وجودهم حتى معانا، لأنه مستحقش أكون خدام ليهم، ولكن رائعين، سواء في البلتوك أو على اليوتيوب والفيسبوك. وبيجي الشخص بيكون سمع الشبهة لأول مرة أو السؤال لأول مرة، وبالنسبة له مهم جدا، والبعض أقوياء الإيمان والبعض صغار النفوس بالنسبة له ده حجر عثرة. فلو أي سؤال مكرر مش هيتجاوب، لكن هو بالنسبة له هو أول مرة يسمعه وعايز إجابة بأي شكل. فبسبب الضيوف الجدد
بقبل ان الاسئله تتكرر، بس ما بقبلش ان الموضوع يتكرر. بمعنى ايه؟ الموضوع اللي عملناه ما بكررهوش عشان ضيق الوقت، فبجاوب باختصار على قد ما اقدر، بقول الملخص وبأحيل الشخص الى الموضوع التفصيلي، يحب بقى يرجع له ويشوف بقيه الادله او يسمع الفيديو او يقرا الموضوع بالتفصيل. ده اللي بحاول اعمله. لو عند حضراتكم فكره افضل اشكركم جدا، وطالما حضرتك ذكرت هذا الامر يبقى برضه فرصه اشكر جدا الاخوه الاحباء الرائعين اللي بيحاولوا يعملوا الموضوع اللي حضرتك قلته، زي استاذنا الحبيب جيسي على قناته اللي بياخد فتره الاسئله بعض منها وبيحاول يقسمها اجزاء صغيره عشان تبقى واضحه، استاذ لايت اوف اول نيشن برضه بيعمل هذا الامر في قناته، وهكذا وهكذا من الاخوه الاحباء، ربنا يباركهم كلهم ويحافظ عليهم. اوكي، أشكر حضرتك جدا. اسمحي لي أستاذة نريمان أخذ بعض الأسئلة أونلاين وهرجع لحضرتك، بس تعليق نهر النيل. طب ليه الإحراج ده؟ ولو هنتكلم على نهر، ما أنتوا عارفين هقول إيه. أشكرك جدا عزيزي أستاذ ديفيس، ربنا يباركك وبركة كبيرة وجودك معانا. باختصار شديد اللي بتسألني على نهر النيل حاجف. أم سوري، يعني ده اللي هقوله. هل أقصد بيه اللي بيحدث الأيام دي؟ معرفش. قد يكون ده البداية، هيكتمل في زماننا، هيكتمل في أجيال جاية، هيحصل أشعياء 19، هيحصل نفسه. لما بتطرحوا سيرة الموضوع ده دايما كلامي بيعكنن حضراتكم، وخاصة حضراتكم عشان موجودين، بعض من حضراتكم اللي موجود في مصر. أنا عارف أنت بتسمعوا كلام كتير، بس رجاء محبة ما تصدقوش الإعلام المصري عشان ما تتخدعوش. هل حضراتكم عارفين انه فعلا بدأ التخزين ورا سد النهضة؟ هل حضراتكم عارفين ان سد النهضة اللي اكتمل فعلا حجمه عملاق اكبر من السد العالي؟ هل حضراتكم عارفين ان اثيوبيا عملت حسابها على مساحة تخزين للمية ضخمة عملاقة اكتر بكتير من اللي بيقوله لنا الاعلام المصري؟ مش عارف اذا كان وحضراتكم عارفين ولا لأ، ولكن عارف إن الموضوع أول ما بديت أفتحه الناس ابتدت تتعكنن. باختصار شديد علشان محدش يقولي لا متآمر ولا سيساوي ولا ضد السيسي وإخواني كالعادة، ما هو يا إما كده يا إما كده، مفيش حاجة اسمها حد بيتكلم بعقلانية في النص للأسف عندهم، يا كده يا كده. لا، أنا حابب أوضح فاكتس وحضراتكم احكموا. اللي انا بيتفرج معايا في الدايركت برودكاست ادي اللي بعرضه قدام حضراتكم، اهيني فتحت قدامكم جوجل ايرث وادي دخلت على اثيوبيا، وادي قدام حضراتكم بعرض لكم من اثيوبيا نوصل لسد النهضه، ودي صور من جوجل ايرث اهو 2019، جوجل ايرث 2019. لا بجيب راي اخواني ولا بجيب راي اعلام مصري سيساوي، واضح. آدي سد النهضة اكتمل وبدأ التخزين، وآدي قدام حضراتكم المية اللي خارجة من سد النهضة ضعيفة ازاي، والمية اللي متخزنة في سد النهضة بدأت ازاي في الأراضي المحيطة بيه. سد النهضة حجمه أكبر وأقوى بكثير من السد العالي، واللي بيقول لو فشلت المفاوضات ده طيارة بس تروح تضرب لها صاروخ ولا بتاع، بتقول ايه؟ لا طيارة ولا صاروخ ولا الكلام ده كله. حجم هذا السد عشان يتضرب انت محتاج قنابل قوية سرب الطيارات، بالإضافة في تربطات صواريخ موجودة اوريدي القواعد بتاعتها واضحة موجودة لحمايته، يعني قبل ما يقرب سرب الطيارات هيكون اتضرب كله. عايز قنابل قوية تصل لدرجة ان هي زي ام القنابل والقنابل العنقودية عشان تعرف تكسر حاجة بالحجم ده. بل ما هو اخطر من ذلك، ولم اسمع حتى يومنا هذا لا اخواني ولا سيساوي جاب سيرتها. بصوا معايا، وده استنتاجي الشخصي، بصوا معايا سد النهضة ايه اللي معمول جنبه عشان تعرف اثيوبيا ناوية على ايه. ادي سد النهضة وضحته لكم، واللي يرجع لجوجل ايرث انا فاتح قدامكم لايف، حمل دلوقتي جوجل ايرث هتلاقي اللي انا بعرضه لك في جوجل ايرث. بس ارجع كده لجنوب
غرب سد النهضة ده النهر اللي بيتخزن، البحيرة اللي بدأت تتخزن من النهر. ارجع كده لتحت شوية، ودي أنا شفتها بنفسي، يعني أنا يعني لاحظتها أو اكتشفتها على جوجل إيرث، دي ما لقيتش حد اتكلم فيها، الله يعلم. خلي بال حضرتك من السد التاني اللي معمول هنا، وده ليس لتوليد مياه. واخد بال حضرتك من السد التاني العملاق ده، عشان بس تلاحظ الفرق ما بين الاتنين. ادي سد النهضة اهو بالطول ده، ادي السد التاني اللي اكبر منه بس مش لتوليد مياه. عارفين السد التاني ده لما تبص عليه كده وتفكر شوية ده معناه ايه؟ اثيوبيا عارفة ان المنطقة دي منخفضة الى حد ما، سد النهضة ده لما هيبتدي يخزن مياه، ده هيخزن مياه هتعمل بحيرة أكبر من بحيرة ناصر، وعلشان المنطقة دي فيها نسبة انخفاض فممكن المياه تبدأ تتسرب بيها منها، عملت سد تاني أكبر لحجز المياه، ده مش لتوليد كهرباء. فأثيوبيا عاملة حسابها إن كل هذه المنطقة اللي بشاور عليها بالكيرسور بالكامل هتعبيها مية. دي أعتقد، وقد أكون مخطئ وأنا غير متخصص، وهاجموني براحتكم، أكبر من اللي قالوا عليه حتى 75 بليون أو تريليون، آسف، بليون متر مكعب. وطالما بدأ قبل حتى ما الاتفاقية ما بين مصر تنتهي وأثيوبيا اللي هيملوا السد على كام سنة، ده اوريدي بيملوه من دلوقتي، وطالما الصور دي في 2019 وضرب السد شبه مستحيل والدول اللي مستثمرة فيه هتخرب بيت مصر لو اتضرب، ده هو كمان لو اتضرب دلوقتي هيغرق جزء من السودان. فدي الصور في سد النهضة أو جراند أثيوبيان كام دام القديمة اللي قبل ما يتملي، حاليا خلاص ابتدى يتملي، فاللي معشمين نفسهم ولا الموضوع هيتحل وده زي الفل والدنيا تمام. حضراتكم عارفين إن سد النهضة كمان اللي هيقلل المياه عن مصر اللي جاية من النيل الأزرق بالإضافة لمصادر تانية اللي هي تساوي 55 مليار متر مكعب ما تكفيش، هتنزل إلى البعض بيقول 30 في السنة، يعني 4 ل 5 مليون فدان هيبوروا. في كارثة تانية أكتر، إنه لما يبتدي ينخفض بحيرة ناصر ورا السد العالي، والكهرباء اللي بتطلع من السد العالي اللي تمثل 12% من كهرباء مصر هتبتدي تقل لأنها تعتمد على الضغط، المية دي لما هتقل الإشكالية إنه السد ده اللي المفروض هيخزن 75 أو 74 مليار متر مكعب، وهو actually أعتقد من المساحة اللي وريتها لكم أكبر من ذلك بكثير لأنه أكبر من بحيرة ناصر، بالإضافة للي هيتبخر كمان 25، يعني أقول أنت بتتكلم في حدود 100 مليار لو عملوهم على 4 سنين، رغم ان اثيوبيا عايزه 3 سنين والمفاوضات فشلت. هي الدول اللي بيمر فيها النيل الازرق هي اثيوبيا السودان مصر، او السودان بجزئيها ومصر. السد العالي الميه اللي وراه اللي فيها 60 مليار متر مكعب، يعني اوريدي هو معمول هيخزن اكتر من السد العالي، هيبقى 35 أو 55، هيبقى 30. هيجيب الفرق ده منين؟ مستوى المية في السد العالي ينقص، نقصت المية، نقصت الكهرباء اللي بتعتمد على ضغط المية. في السنة التانية والتالتة لما أو السنة التالتة أو الرابعة لما يفرغ السد، المية بتاعة البحيرة في السد العالي ضاعت 12% من الكهرباء وأكتر. أنت حاليا مع كل الاقتراحات البديلة انت عايز كهرباء زيادة، مش تخسر كهرباء، مش تخسر 12 ولا 15% من كهرباء، ده انت عايز كهرباء زيادة ومصاريف ضخمة عملاقة، لان تحلية مياه البحر عايزة كهرباء، استخراج مياه جوفية عايز كهرباء للطرمبات،
فتحلية مياه البحر، استخراج مياه جوفية أو غيره أو غيره، أنت عايز كهرباء، يا إما محطات نووي غالية لتوليد كهرباء، يا إما الفحم الملوث. ودي كلها مصر بتعاني من حالة اقتصادية سيئة، فبدل ما ناخد نستغل الكهرباء بتاعة السد العالي في مصادر مياه، ده انت المياه والكهرباء الاتنين هيخربوا. مع ملاحظة هذا السد، احنا عارفين النيل بيمر بفترات، فترات فيضان وفترات جفاف، كل 7 سنين وأكتر أو أقل، whatever. لما يجي فترة الفيضان هيبدأوا يملأوا سد النهضة اللي فضي ده، بالإضافة إن حضراتكم مش هيطلعوا المية في زمن الفيضان فتتخزن والسد العالي هو اللي يفضل يطلعها بالراحة يجولد منها كهرباء، لا، ده أثيوبيا هتفضل تطلع لك المية باستمرار، السد العالي مش هيلحق يستفاد منها عشان يولد منها كهرباء. أنا لا أقصد شيء، وانتم من الاول عارفين رايي ضد الرئيس السيسي، بنصلي له ربنا يديله حكمه، ولكن من الاول من قبل ما يتعين رئيس انتم عارفين رايي فيه ازاي، وانا كنت ارفض تماما تعيينه لانه مش هنسى شهداء ماسبيرو اللي هو كان موجود ساعتها وهكذا. anyway قلت القصه دي كتير ف محدش يزعل مني، لكن انا بس مش هدخل في خلافات سياسيه، انا كل اللي بقوله ما تخدعوش انفسكم، سد النهضه اتبنى وبدأ، انتوا اوريدي في الامر الواقع، الناس اللي قاعده معشمه نفسها وبتسمع ليه المذيعين اياهم، يعني مش عايز اكمل اكتر من كده. فامتى هيجف نهر النيل؟ ما اعرفش، لكن هيجف. هل بسبب سد النهضه؟ احتماليه عاليه. هل بسبب حاجات تانيه فيما بعد؟ قد يكون. لازلنا عندنا سلاح قوي جدا وهو الصلاة اللي قادرة على المعجزات، محتاجين نصلي وبقوة، واللي يقدر يخرج من مصر يخرج، وانا عارف ان الكلام ده بيزعل ناس كتير منه، لكن يا سيدي اخرج من مصر وسيب المية تكفي، بدل ما المية نص بينك ونص بين اخوك، يا سيدي سيب المية بتاعتك لاخوك وانت روح حتة تانية مليانة مية. ده من الاخر بس. anyway الناس كام واحد زعل لغاية دلوقتي ان كل ما اجيب ما تفتحوش سيرة الموضوع ده عشان خاطري معايا، علشان كل مرة بتكلم فيه بتزعلوا، انا اسف. ربنا يبارك حضراتكم. اكمل الأسئلة احسن، ومعلش really I really don't mean it، محدش يكون زعل مني. أستاذ من اليوتيوب، أستاذ أشرف نجيب بيقول: تلاميذ السيد المسيح أثناء وجود رب المجد معهم كانوا يعمدون بمعمودية القديس يوحنا ولا بمعمودية السيد المسيح؟ وهل كان يوجد روح قدس؟ كيف؟ لأنه قال لهم: خير لكم إن أنطلق لاستدعاء الروح القدس. أرجو الإجابة. أشكرك جدا عزيزي أستاذ أشرف نجيب. لأ، معمودية يوحنا التي كانت للتوبة دي كانت معمودية يوحنا المعمدان فقط، لكن من ساعة ما المسيح تعمد وعين تلاميذه، وكان المسيح وتلاميذه، كان تلاميذ المسيح يعمدوا أكثر من يوحنا، زي ما قال لنا إنجيل يوحنا الحبيب. وهذه المعمودية كانت معمودية السيد المسيح وليست معمودية يوحنا المعمدان. معمودية يوحنا المعمدان معمودية التوبة وإعدادا لدخول ملك المسيح. معمودية تلاميذ المسيح هي فعلا المعمودية بتاعة الدخول لملك المسيح، وهي المعمودية اللي قدسها المسيح، وبعد ذلك بحلول الروح القدس كمل المعمودية الواحدة بسر التثبيت أو حلول الروح القدس اللي بعد المعمودية. لذلك تلاميذ اللي تعمدوا وعمدوهم لم يعيدوا معموديتهم بعد حلول الروح القدس. لذلك معمودية تلاميذ المسيح أثناء حياته بجسده الطاهر على الأرض، في أثناء وجود الرب يسوع المسيح نفسه، هذه معمودية المسيح وملك المسيح والموت والقيامة مع المسيح، واللي اكتملت بحلول الروح القدس لتثبيت المعمودية. ولذلك لم نسمع عن واحد بما فيهم التلاميذ يحتاج يعيد معموديته وقت محل الروح القدس. أتمنى يكون الإجابة دي باختصار. الموضوع ده فيه تفصيلات أكتر، لكن يعني هحاول أكتفي بالقدر المختصر،
في هذا الجزء، وربنا يبارك حضرتك. سؤال من الأستاذة مريم فاروق بتقول: سلام ونعمة رب المجد مع الدكتور علي، أشكر حضرتك جدا وأشكرك على الكلام اللي بتقوليه. سمعت بعض البرامج المسيحية أن هناك بشر خلقهم، يعني خلقهم ربنا قبل آدم وحواء، ويوجد مدن ويؤكدوا بالمدن اللي بناها قايين. الموضوع ده عمر ما قاله حد في تاريخ الكنيسة قبل القرن ال18، أخت العزيزة أستاذة مريم فاروق، ولكن بداية من القرن ال18 لوجود بعض الكتاب اللي حاولوا يخطئوا الكتاب في عمر الأرض والخليقة، زي جيمس هوتن وبعده تشارلز لايال وبعده تلميذه تشارلز داروين، وهكذا في القرن ال19 بدأت تطلع ادعاءات العمر الطويل والعمر الموازي والحقب الزمنية واليوم الحقبة وهكذا والفاصل الزمني وغيرها من النظريات اللي قالوها مسيحيين، ولكن كلهم محاولة لأنهم صدقوا وانخدعوا بما يسمى بعلوم تطورية وعلوم يعني مقاييس أعمار، ومش عارفين إن كانت كلها تعتمد على خداع. وللأسف لا يزال مسيحيين كثيرين ده اللي اتعلموه، إنه يوجد خليقة قبل آدم وحواء، وخاصة اللي بيؤمن إنه بعد ما ربنا خلق والتطور جه الشيطان سقط فخرب الأرض ورجع ربنا خلق مرة تانية في 6 أيام، والقصص دي كلها، والحفريات من سقوط الشيطان، ولا الحفريات في العالم الموازي بره الجنة، وغيره وغيره من القصص كتير. وكمان البعض يقول إن كائنات تطورت ولكن ربنا خلق آدم وحواء، والبعض يقول لأ ده كائنات تطورت وربنا خد 2 متطورين آدم وحواء، والكلام الغريب اللي بنسمعه بأنواع مختلفة ومختلفين مع بعض. هذا الكلام في رأيي ضعفي، وأنا إنسان ضعيف جدا، لكن أقدر أقول كل الكلام ده أراه يخالف الكتاب المقدس. أما عن قصة إنه حنوك البنينة المداء اللي بناها قايين لما أنجب حنوك، كلمة مدينة التعبير اللي جه في الكتاب المقدس في سفر التكوين إصحاح 4 بوضوح بيتكلم على منطقة ليها سور. ليه؟ قايين أصبح هارب من وجه الرب من الأرض اللي أصبحت ملعونة بسبب انها بلعت فتحت فاه وبلعت دم اخوه. فقايين اللي هارب واللي فقد كل سلطان خايف من اي وحش يقابله، عشان كده التعبير كل من في العربي للاسف ده ترجمه غير دقيقه، كل ما وجدني في العبري جاي للغير عاقل ايضا، يعني كل حيوان مفترس ممكن يلاقي قايين يقتله. لذلك قايين كان لازم يجيب منطقه، هذه المنطقة قد تكون عبارة عن حتة حقل ويحوطه بسور ويعيش فيه ويتبقى أسرته فيه وابنه حنوك فيه، وهذه المنطقة متصورة علشان ما تدخلش وحوش شرسة أول ما تقابل قايين تقتله، لأن كل ما وجدني يقتلني، ده اللي بيقوله هاربا من وجه الأرض. فكل ما، العربي بيقول كل من، لكن هي كل ما في العبري، يعني الحيوانات اللي فقد الإنسان سلطانه عليها بالخطية. فالمدينة هي عبارة عن منطقة متصورة، حتة حقل كام إيكرز صورهم عشان يعيش فيهم وعشان يعرف يحمي نفسه فيهم وما تجيش وحوش تهاجمه وتاكله جوه. ده كل الموضوع، ده التعبير اللي مقصود بيه بنى مدينة. مش بنى مدينة عشان في ناس كتيرة، لا اكشلي لو في ناس كتيرة مش محتاج يبنيهم مدائن، ما هم اكيد بنوا لنفسهم، مش محتاج هو فولنتير يروح يبني ليهم مدينة، لكن هو بنى منطقة مصورة حماية ليه، لأنه خايف من وحوش الأرض اللي فقد سلطانه عليها وأصبح خايف إن أي وحش يقابله في السكة يعني. ده القصة باختصار شديد جدا. حضرتك لو عايزة مراجع أكتر بكتير أخت العزيزة أستاذة مريم، لو رجعت للموقع بعد ما ينتهي المينتنس بتاعه ويتصلح إن شاء ربنا ودبر في أقرب فرصة، ورجعت لسفر التكوين هتلاقي، ارجعي بس للشاهد بالظبط في الموقع وهتلاقي الموضوع بالتفصيل. أشكر حضرتك جدا وربنا يبارك حياتك. دلوقتي وصلنا ساعة ونص، فأنا فاضل نص ساعة بس. أنا لا بختار أسئلة ولا حاجة، أنا ماشي بالظبط بترتيب الأسئلة اللي نزلت واللي بعتها لي أخويا الحبيب الأدمن اللي بعتها لي بالترتيب. أنا ما بفوتش سؤال بعته لي الأدمن، لا بنتقي ولا بعمل. الناس اللي اتهموني اتهامات يعني للأسف تحزن. سؤال من اليوتيوب، أستاذ كوكو كوكي بيقول أو أستاذة:
أود معرفة رحلة الروح بعد خروجها من الجسد مشاهدة. أخويا العزيز، لو نرجع لسفر، أو أختي العزيزة، لو نرجع إلى جيل معلمنا لوقا البشير إصحاح 16، بيقول لنا إيه اللي بيحصل. هو مش رحلة، مش قصة طويلة، لكن باختصار شديد لو حضرتك رجعت إلى إصحاح 16 هتلاقيه بيتكلم. الإنسان الشرير تخرج روحه يعود إلى التراب زي ما قال أيوب، ولكن الإنسان البار بتحمله الملائكة. فقبل ما يفتح المسيح الفردوس كان بتحمله الملائكة فين؟ إلى مكان اسمه حضن إبراهيم. بعد ما الرب يسوع المسيح بصليبه فتح باب الفردوس وسبى سبيا وفتح المحبس وأسر الرجاء، بقي تحمل الملائكة للفردوس. ده اللي بيقول. فمات المسكين وحملته الملائكة لحضن إبراهيم، ومات الغني أيضا ودفن. الغني لما بيدفن بيروح فين؟ مباشرة روحه بتذهب إلى الجحيم، مكان الانتظار في العذاب. الأبرار لما بيموتوا بيروحوا فين؟ مباشرة بتحملهم الملائكة إلى الفردوس اللي كان زمان حضن أبونا إبراهيم، وبعد ما فتح محبس السجن أسرى الرجاء بيحملهم إلى الملائكة. البعض ليهم خبرات روحية والنير ديث اكسبيرينس وغيره، اللي بيقولوا بيشوفوا تانل وبيشوفوا نور، والبعض رأى تأملات أكتر من كده جميلة جدا جدا، وأنا عن نفسي بؤمن بكثير منها أو بعض منها، ولكن عشان ما أخطئش بحب قوي أتمسك بالنص الكتابي. الكتاب قال بتحمله الملائكة وخلاص بيروح لمكان الانتظار لغاية وقت كرسي المسيح، لما كل واحد يجي بأعماله خيرا كان أم شر، زي ما قال سفر الجامعة، وزي ما قال معلمنا بولس الرسول، كله هيقف أمام كرسي المسيح. الأبرار هيجوا على اليمين زي ما قال المسيح في إنجيل متى 21، والهم الخراف والجداء هيجوا على اليسار، وكل واحد الأبرار تعالوا رسوا الملك المعد لكم منذ إنشاء العالم، والأشرار هيروحوا إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وجنوده. الأبرار لما هيقف أمام كرسي المسيح عشان ياخدوا المكافآت، كل واحد حسب مجده وحسب لمعانه، نجم يمتاز عن نجم في المجد، والأشرار كل واحد حالته هتكون حسب شروره، وحاله هتكون أكثر احتمالا من حالة أخرى في يوم الدين، زي ما قال عن سور وصيدة وهكذا. ده باختصار شديد. فالرحلة دي ما عندناش رحلة طويلة، ولا مركب، ولا 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 برزخ ولا غيره، والكلام الكتير اللي بيتقال في الفكر الإسلامي وأحيانا الفكر اليهودي ولا الكلام ده، لا، مباشرة ملائكة مكان انتظار أو أشرار مكان انتظار. That's it. سؤال من اليوتيوب، أستاذ تروث 888 بيقول: الرباي فلان يقول لا يوجد في التقليد الفريسي أو اليهودي بأن المرأة تطيب جثة الرجل، أو بل عكس، فإن زيارة قبر المسيح من قبل النساء لتطيب جسده مصطنع. هذا الرجل الرباي اليهودي معروف جدا بكمية الكذب اللي بيكذبها في التقليد اليهودي، وكل مرة يقول لا يوجد كما لو كان بطريقة قاطعة نلاقي عكس كلامه، وبدل ورديت عليه بدل المرة عشرات، زي ما ادعى قال مفيش حاجة في التقليد اليهودي بتقول بدون سفك دم لا تحدث مغفرة. والقينا التلمود مليان مليان إن كفارة إلا بدم، لا كفارة إلا بالدم. فهذا الإنسان اليهودي، هذا الرباي اليهودي اللي بيكره جدا المسيحية والمسيح، كذاب في مواقف كثيرة جدا. أما بالنسبة للتقليد اليهودي، ارجعوا للملف لماذا ذهبت المريمات، وهتلاقوا ذاكر بمراجع يهودية مؤكدة ازاي خدمة التكريكيم او الدفن اليهودي، وازاي ان الوحيدة اللي ممنوعة تطيب جسد الرجل اللي هي first degree، يعني امه او بنته او زوجته، دي ممنوعة تشترك في تجهيز الجسد. لكن بيكون القائمين على خدمة التكفين من أحيانا كتيرة مجموعات متبرعة رجال ونساء، هم من اللي بيقوموا بهذا الأمر، مع ملاحظة شيء: الرجال بيقوموا بالتكفين وهو بيشير إلى ناحية غير أمين فيها،
والستات بتطيب أو تجهز أو تعد جسد السيدات. مرحلة التطيب اللي بيتكلم عنها مختلفة. في التقليد اليهودي واضح جدا وقدمتها أدلة بالتفصيل. الأدلة اليهودية بتتكلم على أن الإنسان ما ينفعش يدفن بأي دم. ليه؟ لأن بيعتبر الطم زي ما قال الكتاب المقدس العهد القديم نجاسة ما ينفعش يدفن بيه، فلازم بيعد مرحلة التطهير، وده لو راجل بيقوم بيه رجال ولو سيدة تقوم بيه سيدات، وبعد ذلك مرحلة تكفيف الجسد وإعداده، وبعد ذلك وضع الحنوط. بمعنى إيه؟ بمعنى النسوة أو المريمات لما رايحين لجسد الرب يسوع وكان معهم آخرين، وده يقوله الكتاب المقدس بوضوح، فما كانوش هما المريمتين وبس، ده كان معاهم آخرين، وكان الرجالة هتقوم بالدور بتاعها والستات هتقوم بالدور بتاعها. فهل المرأة اليهودية تقوم بمرحلة تطهير الجسد الرجل الميت؟ لا. لكن هل المرأة اليهودية بعد تطهير الجسد وبداية وضع الملابس إليه تقوم بوضع الحنوط؟ يس. وحتى مع ذلك كان معهم آخرين. ده باختصار شديد جدا، وأنا هحتفظ بسؤال حضرتك أخويا العزيز أستاذ تروث، وححاول أدور على كلامه، أو لو تقدر تجيب لي اللينك بتاع كلامه وأحاول أعمل ملف تفصيلي ردا على كلامه علشان أوضح مرارا وتكرارا عدم أمانة هذا الرباي اللي بيكره جدا المسيحيين ويعتمد على الكذب في التقليد اليهودي عشان يهاجم المسيحية اللي انتشرت بقوة في اليهود والمسيانيين، ولكن اليهود المسيانيين اللي بيؤمنوا بالمسيح بيردوا على هذا الرجل وبقوة بيوضحوا ازاي ان هو غير امين. استاذ راشد، شكرا استاذ تروس، ربنا يبارك حضرتك، فانتظرك لو ما فيهاش تعب، لو عندك لينك لكلامه اكون شاكر لمحبتك عشان تجيبه. سؤال للاستاذ راشد من اليوتيوب بيقول: السلام عليكم. نعم وسلام عزيزي. بيقول: لماذا أنت مؤمن بالمسيحية؟ هل لأنه ولدت مسيحي أو أنت مقتنع بها؟ وإذا مقتنع كيف اقتنعت وكيف وشو هو دليلك؟ أشكرك جدا عزيزي، ربنا يباركك، رغم أن الموضوع سؤال شخصي، يعني دي حضرتك بتسألني أنا كإنسان، يعني كبيرسونال كبيرسون يعني، لكن خليني أحاول الموضوع من بداية شخصية وبعد كده أنطلق لناحية عامة. أولا عزيزي، هل لأني ولدت مسيحي؟ لا، ولكن أشكر ربنا جدا أن أنا اتولدت مسيحي في أسرة مسيحية من الصغر، وأنا كنت والدي اهتموا أن أنا أقرأ الكتاب المقدس وأفهمه هكذا. لكن مع الكبر زي أي واحد بيعدي بمرحلة في الكبر أن هو بيهتم يدرس كلام ربنا تدريجيا، ابتدائي وإعدادي وثانوي وكلية، كنت بأدرس وبأقرأ وببحث وبشوف وبتأكد هل النقطة اللي موجودة دي قدامي صح ولا لأ، جزء منها إيمان وجزء منها بحث وتدقيق وتأكد بأدلة. فبالتدريج أقدر أقول لحضرتك، رغم أن أنا أقل من ذلك بكثير، لكن أي إنسان مسيحي زي بيبدأ، عندنا مثال كتابي سيبك مننا أنا الحقير ولا حاجة، تيميساوس اللي بمامته وجدته نيكي الاثنين بدأوا يجهزوه ولذلك عرف الإيمان منذ حدثته ويكمل على إيدين معلمنا بولس الرسول وأصبح مبشر مسيح. فمش معناه أن كل واحد اتولد مسيح، البعض للأسف مثليين، آسف أخطأ، مسيحيين اسميين لأنهم اتولدوا مسيحيين، لكن هو لا يمثل المسيحية في أي تصرف من التصرفات. ولكن تشوف المثال بتاع تيميساوس اللي اتولد من أسرة مسيحية وجدته وأمه مسيحيين وأنشأوا الإيمان المسيحي وهكذا. فإزاي إنسان يقتنع بالإيمان المسيحي؟ باختصار شديد جدا، أول حاجة علشان تعرف تقرأ، فاقرأ الكتاب المقدس، تقبله وترفضه هتهاجمه وهتبشر بيه، محتاج تعرف هو ده اللي هتهاجمه اللي هترفضه اللي هتقبله وتفر.
فاقرأ، اقرأ الأول بالكامل وافهم هو بيقول إيه. دي أول، ودي الأساس لأي إنسان مسيحي أو حتى إنسان يعني عايز يعرف إيه الكتاب المقدس ده، أو عايز يهاجمه أو عايز يرفضه. اقرأ، ولما تقرأ كويس وتفهمه كويس، ليس بحثاً عن الشبهات والاقتطاع والهجوم، لكن إنسان بأمانة وبحيادية، هذا الكتاب تكلم على حاجات معينة. تكلم عن نبوات في العهد القديم، شوف النبوات دي حصلت ولا لا في الرب يسوع، وإزاي إن هي مستحيل أو حتى لو طبقت نظرية الاحتمالات ما تنفعش، ويقارنها بأي عقيدة تانية لن تجد على الإطلاق في أي عقيدة كتبت نبوات عن شخص قبل ما يأتي بتفاصيل حياته وأحداثه بهذا التفصيل. لم تأتي نبوات عن بوذا ولا على كريشنا ولا عن حورس ولا عن محمد ولا عن غيره، أي شخص من الأشخاص لم يوجد هذا الأمر. ده واحد. اتنين، طب الكتاب المقدس ده عشان أتأكد إن هو فعلا مرجع تاريخي حقيقي، ما هو اتكلم على أحداث تاريخية، ارجع لأدلة الآثار، الكلام اللي اتكلم عنه ده صح ولا لا؟ هتلاقي اللي بيهاجمه، هتلاقي الردود والأدلة اللي بيدافعه، وهتلاقوا علماء الآثار مسيحيين وغير مسيحيين بيقدموا أدلة إنه حقيقي، وانت اللي تحكم. ولو لقيته بالفعل في كلامه في الآثار يطابق كلام الآثار، يطابق الكتاب المقدس، لا بقى خلاص ده كتاب فعلا مرجع تاريخي. والأماكن الجغرافية نفس الأمر. الحاجة التالتة، طيب جرب الكتاب ده لما بتطبق بعض الحاجات اللي فيه في حياتك، كلام المسيح، الموعظة على الجبل، سفر الأمثال، شوف حياتك هتتغير إزاي. لا ده فعلا فعلا الوحي اللي موجود فيه بيغير. بعد كل ده ما تقف قدام الإله اللي لو موجود أو هو إله المسيحية اللي كتب هذا الكتاب، واتكلم معاه، قول لو أنت فعلا موجود ولو أنت فعلا كاتب هذا الكتاب، اعلني عن نفسك من هذا الكتاب وشوف هيعمل لك إيه. كل ده لو القلب فعلا باحث وبأمانة وبحيادية وليس للهجوم وخلاص. سؤال من اليوتيوب، أشكرك جدا عزيزي أستاذ راشد، وأهلا وسهلا بحضرتك باستمرار. سؤال من اليوتيوب، أستاذ قاطع رؤوس الكفرة، ده زي حالاتي مثلا يعني، أنا هبقى خاضع لحضرتك، فمن ضمن المطلوبين قطع رأسهم يعني. anyway أهلا بيك عزيز. بيقول شيخ التربية والتوعية الدينية عنا في أدلب قال أن أمير المؤمنين أبو محمد الجولاني مذكور عندكم في مزمور في كتابكم، كتب أنه هو أمير المؤمنين في زماننا ولازم أنكم تبايعوه، بدي أعرف ليه ما تبايعوه. What? I'm sorry. ده فين ده يا عزيز؟ محمد الجولاني، أنا لم أرى اسم محمد الجولاني ولم أرى اسم محمد على الإطلاق في سفر المزامير، ولا يوجد أي نبوة، لكن في كلام واضح في كتابنا المقدس، كل اللي هيأتي باسم نفسه بعد الرب يسوع المسيح كذبة، سيأتي بعدي أنبياء كذبة ومعلمون كذبة. لذلك كل من أتى بعد الرب يسوع باسم نفسه وليس باسم الرب يسوع المسيح، ماني، محمد، فلان فلان، كل هؤلاء الرب يسوع المسيح قال لنا دول كذابة. أي حد يحاول يقتطع من الكتاب المقدس بيكون للأسف غير أمين. فقول لي يا عزيزي المزمور، مزمور كام، وأنا تحت أمرك ندرسه بالتفصيل ونشوف سياق الكلام ونكون مع حضرتك في هذا الأمر. ربنا يباركك، وأشكرك يا عزيزي قاطع رؤوس الكفرة. ولكن ليه لا نتبع هذا الشخص اللي حضرتك بتذكره؟ لأنه لو فعلا ادعى هذا الكلام يكون زي كل اللي ننبه منهم الرب يسوع المسيح كذبة باختصار. ربنا يباركك. سؤال من اليوتيوب، خدعوك فقال سلام المسيح دكتور غالي، ربنا يبارك حياتك. سؤال، ما هو رأي الكنيسة الأرثوذكسية؟ دخلنا في الموضوعات الطائفية، مش مشكلة، في موضوع كهنوت المرأة ولماذا لا يسمح بهذا الأمر، وما الإثبات من الكتاب المقدس، وهل المسيح روح إنسان، وأين الإثبات من الكتاب المقدس؟ واو، شكرا على السؤال الجميل، ربنا يبارك حضرتك وأشكرك جدا. باختصار شديد عزيزي، بلاش نقول الكنيسة الفلانية ولا الكنيسة العلانية، رغم أن أنا انتمي للكنيسة المسيحية الأرثوذكسية،
ولكن لأننا في خدمة لاهوت دفاعي عام لكل المسيحيين، فمش عايز أدخل في نقطة معينة. حسب مفهوم البسيط والذي لا يمثل أي كنيسة ولا أي شيء، ده إنسان ضعيف جدا على قد حالاته. الكتاب المقدس بعهده تكلم على الكهنوت للرجل، ففي العهد القديم الكهنوت كان واضح للرجل، ملكي صادق ورأس الأسرة الرجل، استمرارا لغاية ما المسيح جه. وأيضا الرب يسوع المسيح أعلن بوضوح أنه الكهنة أو الرؤساء يكونوا رجال، وأيضا معلمنا بولس الرسول وضح وده بوضوح شديد جدا أن الرجل رأس المرأة، فما ينفعش كاهن يكون مرأة رغم أن الرجل رأسها. معلش أستاذ لايت أوف كرايست، عادي يعني كلنا بنتشتت مش مشكلة، دي كلها بتبقى بركة. فده على سبيل المثال أدلة بسيطة جدا. وارجع لي ملف الكهنوت عزيزي في الموقع لما ينتهي المينتنس وهتلاقي الموضوع ده فيه. ده النقطة الأولانية باختصار شديد. أجل النقطة الثانية، هل المسيح روح إنسان؟ يس. والهرطاقة بتاعت بلاجيوس اللي أنكر لاهوت المسيح أو أن المسيح له روح بشرية، آسف، روح بشرية، دي هرطاقة مرفوضة. أين الإثبات من الكتاب المقدس بوضوح شديد؟ يقول المسيح أنا إنسان. فالمسيح اللي هو يحل فيه كل ملء اللاهوت هو لاهوت كامل وناسوت كامل. فالمسيح كناسوت كامل هو إنسان كامل. كي فيما تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين، الذي شبهنا في كل شيء، أخلى نفسه أخذا صورة عبد، صار في الهيئة كإنسان. الإنسان عرفه الكتاب المقدس عشان أقول إن ده إنسان، روح ونفس وجسد، وقال معلمنا بولس الرسول روحكم ونفسكم وجسدكم. فالكتاب المقدس عرف إن الإنسان هو عبارة عن جسد ونفس وروح. فالمسيح اللاهوت حل في الناسوت، هذا الناسوت لابد أن يكون إنسان كامل زي ما أكد الكتاب إن هو إنسان كامل، وزي ما أكد الكتاب إن هو أيضا شبهنا في كل شيء، وزي ما أكد الكتاب إن هو أخلى نفسه أخذا صورة عبد، يعني كإنسان زينا في كل شيء. فلذلك ناسوت المسيح أو إنسانيته اللي أكد الكتاب إن هو شبهنا في كل شيء بما فيها روح ونفس وجسد. أستاذة نريمان معلش طولت على حضرتك، المايك مع حضرتك. اوكي، سلام المسيح لكل الاخوه اللي في الروم، ما فيش مشكله يا دكتور. كنت في حوار برضو فبنتكلم عن ذبيحه الابن الوحيد، ولما ربنا طلب من ابينا ابراهيم تقديم ابنه اسحاق محرقه، فقال ان تقديم الذبائح البشريه ده كان معروف قبل ابينا ابراهيم في الحضاره السومريه. سلام المسيح لكل اللي بيسلم. فقال لي ده كان معروف قبلا في الحضارة السومرية. أنا طبعا رديت إن الحضارات، إن الناس بعد كده بدأت تقلد أبينا إبراهيم في إنهم يعملوا ويمرروا أولادهم في النار ويعملوا ذبائح بشرية، لكن قبل تقديم إسحاق ما كانش الموضوع ده موجود. يعني مش عارفة الإجابة دي دقيقة ولا لأ. كمان في نقطة بخصوص معلمنا بولس، المسلمين بيشككوا دايما في اختيار الرب يسوع له، وبيقولوا ان هو جه بتعاليم مخالفة للناموس، وده بشهادة الشعب من سفر التعليم، من سفر أعمال الرسل، إنهم مسكوه وقدموه للوالي في مرة وقالوا أن هذا يضلل الشعب بتعاليم غريبة عن الناموس. شكرا لحضرتك والملك فريد. أشكر حضرتك جدا أستاذة نريمان، ربنا يبارك حضرتك. أولا بالنسبة للذبائح، لا، لم تأخذها الحضارة السومرية فقط من أبونا إبراهيم،
الحضارة السومرية زيها زي حضارات كثيرة يوجد عندها الذبائح لأجل الخطايا، أخذوها من نوح اللي أخذها من أجداده اللي أخذها من آدم اللي عرفها من ربنا. لذلك نوح بعد الطوفان أول حاجة عملها قدم ذبائح، فتنسم الرب رائحة رضا وقال أعود أهلك الإنسان. نوح في هذا الزمان بعد الطوفان هو أبو كل البشرية بعد الطوفان، وأبناء سام وحام ويافس الثلاثة تسلموا هذا الأمر من نوح أبيهم، وبدأت الشعوب تتفرق منهم زي ما كتب سفر التكوين بوضوح شديد إصحاح 10، واستمروا لغاية برج بابل وهم يعرفوا يقدموا الذبائح من جدودهم من سام وحام ويافس من نوح. ولكن بدأت تتغير الأنواع، بدأت تتغير الأساليب، بدأت تتغير ويدخل فيها نواحي أسطورية، بدأت تدخل فيها عبادات وثنية، لكن الأصل واحد. أما إبراهيم حافظ على اللي تعلمه من جد سام وجد نوح واستمر يقدم الذبائح الحقيقية للإله الحقيقي بالطريقة الصحيحة زي ما تعلمها بالظبط. ده القصة باختصار شديد. الدليل فين؟ نشوف في تكوين 8 و9 بعد نهاية الطوفان نوح عمل إيه، ونوح قبل أي حضارة سومرية وغيره. ده الإجابة على الجزء الأولاني باختصار شديد جدا. الجزء الثاني، لكن الحاجة الثانية المكملة، إبراهيم لما كان بيروح في كل مكان بينشئ مسبح ويقدم ذبائح للرب، فأيضا يستطيع البعض أن يتعلم من أبونا إبراهيم. أما الذبائح البشرية، لأ دي ما تعلمهوش، ما تعلموهاش لا من أبونا إبراهيم ولا تعلموها من نوح ولا غيره. ولكن اللي حصل باختصار، بدأت الخطية والشر وسفك الدم ينتشر في هؤلاء الشعوب الشريرة، ولذلك بدأت حاجة اسمها الذبائح البشرية لهذا الشيطان الذي كان قاتلا للناس منذ البداية، منذ البدء. لكن ربنا حب يوضح لإبراهيم حاجة مهمة جدا. شايف يا إبراهيم بقية الشرائع وبقية العقائد اللي موجودة حواليك اللي بتقدم ذبائح أولادها؟ أهيني خليتك تعدي بنفس الأحاسيس، ولكن وضحت لك إن أنا إله أختلف عن كل الأوثان اللي بيقدموها، لأن لا أقبل ذبائح بشرية. عشان كده قال له لا تمد إيدك إلى إسحاق. فربنا خلاه يمر بالمشاعر دي عشان يشوف قد إيه قسوة الحاجات الوثنية الصعبة الشريرة الشيطانية المرفوضة، وإن إزاي ربنا في المقابل رفض ذلك تماماً. ورغم هذا كمان خلاه يقدم له مثال مهم جداً، إن ربنا لما يجي بنفسه وقنوم الابن يتجسد ويقدم جسده ذبيحة عننا معناها إيه، وإن إزاي ده حاجة مش سهلة ومش حاجة بسيطة إنه يقدم دمه كفارة عننا. رغم أنه هو لم يقبلها من إبراهيم ولا يقبل على الإطلاق ذبائح بشرية ولم يقبلها من أي إنسان ويرفضها تماما ووصى ضدها، ولكن هو بنفسه قبل أن يسفك دمه فداء على البشر. ده باختصار شديد جدا لنقطة الذبائح، سواء حيوانية جابوها من فين وبشرية. هل يقول أن هم نقلوا الذبائح البشرية من إبراهيم؟ إبراهيم ما قدمش ذبيحة بشرية. ثانيا، إبراهيم ما كانش معاه حد من الأمم، ده إبراهيم كان معاه ثلاث غلمان سابهم عند جبل المرايا، وإبراهيم صعد لوحده هو وإسحاق، يعني لا يوجد حد كان موجود في هذا الموقف عشان يقول اتعلمت منه غير إبراهيم وإسحاق، والاثنين إبراهيم وإسحاق عرفوا إن ربنا يرفض هذا النوع تماما، بل ربنا بيقدم ذبائح حيوانية اللي هو الكبش اللي كان متعلق من قرنيه بديل للإنسان لغاية ما يأتي الذبيح الحقيقي. آجي للجزء الثاني. طبعا كره الإخوة المسلمين بداية من رسول الإسلام بعد ما تحول من الفترة المكية للفترة المدنية، وبعد ما كان بيمدح في معلمنا بولس الرسول في الفترة المكية تحول للفترة المدنية وبدأ يكره جدا معلمنا بولس الرسول، الإخوة الأحباء المسلمين يتبعوا نفس نهج رسولهم و
الشيطان في كل الاتجاهات في كره معلمنا بولس الرسول وكل رجال الإيمان الأقوياء اللي بيكرهوهم. وكنت لسه بقول نفس الكلام، زي ما بيكرهوا معلمنا بولس الرسول، زي ما بيكرهوا رجال الكنيسة الأوائل، زي ما بيكرهوا البابا أثناسيوس، زي ما بيكرهوا كل رجال الإيمان الأقوياء على مدار التاريخ. لكن في يعني طبعا ما حددوش النقطة الأساسية، وحضرتك في سؤالك ما قلتيش النقطة الأساسية أو النقطة اللي بيقولوها أنه نقطة من النقاط أن معلمنا بولس الرسول يخالف للرب يسوع. لكن في سلسلة مجهزة من حاجة واربعين جزء جهزتها على قد ما أقدر من زمان قوي، وربنا يدبر أحاول أقدمها في فترة قريبة، عن معلمنا بولس الرسول والرد على كل شبهات ده لص ده متغير في أسلوبه ده خالف الرب يسوع، وجايب أمثلة كتيرة من اللي عرفت أتوصل إليها من الادعاءات اللي قالوها ورديت عليها. على سبيل المثال موضوع إلغاء الناموس، المسيح نفسه وضح معنى الناموس الحقيقي اللي اكتمل في المسيح، ان الناموس السبت اللي جعل للانسان وليس الانسان لاجل السبت، وده اللي قاله معلمنا بولس الرسول. ايضا معلمنا بولس الرسول في موضوع الختان، المسيح نفسه وضح ان ختان القلب في العهد القديم قبل العهد الجديد، ولذلك التلاميذ نفسهم تلاميذ المسيح كلهم والرسل عمدة الكنيسة في سفر اعمال الرسل صح 15 في مجمع اورشليم المسكوني الكنيسة كلها اجتمعت انه الختان لا يطبق على الامميين، وده مش كلام معلمنا بولس الرسول، ده كلام الكنيسة بالكامل بما فيهم بطرس ويوحنا وكل معلمينا، والكلام ده قاله لنا معلمنا لوقا البشير، والكلام ده كل عمدة الكنيسة وايضا معلمنا يعقوب. ففين الكلام ده ان هو خالف المسيح في الختان؟ ولكن كل اللي انا قلته باختصار شديد زي ما قلت دي سلسله طويله هناخدها بالتفصيل ان شاء ربنا ودبر. ربنا يبارك حضرتك. بس طبعا كرههم المعروف والملاحظ من زمان لمعلمنا بولس الرسول، وعشان كده حتى بيغيروا في اسمه ولازم يقولوها بالصاد مش بالسين، ده معروف ونعرف ليه الشيطان كان بيكره معلمنا بولس الرسول. سؤال من الفيسبوك، استاذه دعاء، اشكر حضرتك جدا استاذه ناريمانيا اللي دايما بتنقل لنا الاسئله اللي بيشتريها الاخوه الاحباء المسلمين وغير المؤمنين، ودايما بتذكريها علشان تبقى في فرصه نرد عليها باختصار. سؤال من الفيسبوك استاذه دعاء فريد بتقول: سلام ونعمه رب المجد، ممكن تشرح الارقام 1260 1290 الموجودين في سفر دانيال؟ اشكر حضرتك جدا اخت العزيزه، ربنا يبارك حضرتك. باختصار يعني الموضوع ده طبعا هيحتاج يعني شيء من التفصيل لو هنتكلم فيه، لكن هم ثلاث أرقام مش رقمين بس أختي العزيزة محتاجين نفهمهم. رقم 1260 اللي جه في سفر دانيال وتكرر في سفر الرؤيا بعدة طرق، 1260 زمان وزمانين ونصف زمان 42 شهر، وعلاقته ب 1290 برضو اللي جه في دانيال إصحاح 12، وعلاقته برقم 1335 يوم. الثلاث أرقام دول ليهم علاقة ببعض. عشان أكون أمين، يوجد اختلاف ما بين المفسرين وخاصة اللي بيدرسوا نبوات الزمان الأخير فيه. البعض جعلوا الفروق ما بين 1335 و 1290 و 1260 جعلوهم كلهم فروق ما قبلهم، وكلهم ال 1260 و 1290 و 1335 كلهم الثلاث أرقام ينتهوا في يوم واحد هو يوم المجيء الثاني. البعض قال العكس، الثلاث أرقام دول 1260 و 1290 و 1335 كلهم يبدأوا مع بعض وينتهوا بالترتيب، يعني كلهم الثلاث أرقام 1260 و 1290 و 1335 كلهم يبدأوا عند استعلان ابن الهلاك ظهور ضد المسيح، لكن 1260 ينتهي عند انهزام ابن الهلاك. بعد انهزامه ب 30 يوم هيكون في 1290 اللي في الفترة دي اللي تكون اتعطلت الشعائر بالكامل، وفي الفترة دي 1290 في نهايتها اللي بعد 30 يوم من 1260 الفترة دي اللي فيها خضوع الشعوب وكلها للرب يسوع المسيح في مجيئه الثاني،
ونهاية البشرية وكل شيء اللي يتم في ساعتها في اليوم اللي هو 1335 وكرسي المسيح. الاختلاف كله بيتم ما بين المدرستين، هو اكشوال عدة مدارس لكن بتكلم على مدرستين باختصار شديد. هل مجيء المسيح هو طبعا هيجي في لحظة في طرفة عين، ده احنا متأكدين، لكن هل مجيء المسيح والأحداث والنبوات الكثيرة جدا المذكورة في مجيء المسيح دي بتاعة يوم؟ يبقى البدايات مختلفة. يبقى 1335 من ساعة ما يظهر، 1290 من ساعة ما عطل الشعائر، 1260 من ساعة ما يظهر الشاهدين. هل مجيء المسيح الثاني اللي هيجي على السحاب وتنظره كل عين والذين طعنوا والنبوات الكثيرة جدا، ده مش أحداث لحظة، دي أحداث أيام. يبقى الثلاثة 1260 و1290 و1335 كلهم هي بداية واحدة استعلان ابن الهلاك، ولكن في نهايتها أحداث متتالية. في نهاية 1260 من استعلان ابن الهلاك نهايته، 1290 من استعلان ابن الهلاك هيكون ساعتها خضوع الشعوب بالكامل ونهاية كل هذه الأمور للمسيح، و1335 هيكون السجود للمسيح. أنا أميل إلى الرأي الثاني اللي هو الثلاث أرقام بدايتهم واحدة، ظهور ابن الهلاك ومجيء المسيح الثاني، ده مش يعني طبعا في لحظة وطرفة عين وهيجي على السحاب وبالفعل بالكامل زي ما قال، ولكن أحداث مجيئه الثاني هتستغرق أيام، ولكن ما بأكدش أي رأي فيهم خطأ. ولكن الموضوع ده أختي العزيزة لو تحب في يوم من الأيام ممكن أساتذة الأحباء برضو لو يفضلوا ممكن ناخد الموضوع ده بشيء من التفصيل في مرة تانية وناخدها كنبوة كاملة، لأنها نبوة من النبوات المهمة. أشكر حضرتك وربنا يبارك حضرتك. سؤال من الفيسبوك، أستاذ بلاك أنجل بيقول: أستاذ غالي، لدي سؤال. قرأت على الويكيبيديا الحرة الموسوعة مقال بعنوان جيولوجيا الطوفان، قرأت أن المعتقدات الأساسية لجيولوجيا الطوفان ضحضت، وأن جيولوجيا الطوفان تتناقض مع الإجماع العلمي ومع جيوفيزيكس ومع طبقات الأرض ومع علماء الأثار، وأن طوفان نوح اليوم يصنف بعلم زائف. فهل كلام الويكيبيديا عن جيولوجيا الطوفان صحيح؟ وهل هي مصدر موثوق؟ أشكرك جدا جدا عزيز أستاذ بلاك أنجل. طبعا حضرتك عارف أنه الويكيبيديا دي يقدر أي حد ينشئ صفحة ويعمل على هذه الصفحة ما يريد، ويجي ممكن واحد بعده ويغير كلامه ويعمل تعديلات شديدة في هذه الصفحة، وممكن بعده يجي واحد يقول هذا كلام مشكوك فيه وكريدت ريكوايرد، يعني مطلوب ريفرنس للكلام ده وهكذا. ده من ناحية الويكيبيديا. واحد. اتنين، هل جيولوجيا الطوفان ضحضت؟ أقدر أقول لحضرتك على العكس، بل حاليا بعد ما كانوا متمسكين تماما باليونيفورماتيريانيزم أو اللي هي الطبقات والحقب والترسيب البطيء والكلام ده، بعد ما ظهرت إشكاليات عملاقة في هذه الفرضية أو النظرية بتاعت اليونيفورماتيريانيزم اللي بيحاول ينفوا بيها الطوفان، بدأوا يتكلموا على الكاتاستروفيزم وهي الكوارث أو الكارثة. ولكن طبعا علشان بيرفضوا الكتاب المقدس بيحاولوا يقولوا الكاتاستروفيزم هي كوارث متتالية، لكن لما بنيجي نقيس هذه الكوارث اللي تطبق طبقات رسوبية عملاقة بهذا المنظر، إذا كان جبل سانت هيلين عمل 1/40 من جراند كانيون، يبقى العمل جراند كانيون كارثة مائية عملاقة أعلى من اللي حصلت في جبل سانت هيلين 40 مرة، ده جراند كانيون. وإذا كان عندنا أخاديد وطبقات رسوبية أضعاف 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 جراند كانيون، لما ناخد المقياس ده أوبس، ده ما يعملوش غير مية تعمل الكلام ده، يبقى مية تغطي الكرة الأرضية كلها. ارجع عزيزي إلى الموقع بتاع ضعفي وارجع إلى القسم الخامس اللي هو بعنوان التطور والجيولوجيا، ولو مش هتستحمل تشوف في 57 فيديو أو الملف بكل ملف فيه فوق الحاجة و20 ريفرنس من علماء أغلبهم غير مسيحيين، على الأقل ارجع للملخصات عزيزي وتشوف الكلام اللي في الملف ده صح ولا لا. أما بالنسبة للجيوفيزيكس
الكلام ده قدمت أدلة ضخمة من علماء متخصصين، طبقات الأرض، وضحت علم الآثار ده أنا اتكلمت عنه بالتفصيل، وعندنا إشكالية لما لقي جراند كانيون يقولوا عليه ترسبات في حقب كثيرة، ولاقي في قلب طبقات جراند كانيون آثار بشرية. لما لاقي من علم الآثار المفروض الطبقات دي كامبريان وأوردوفيجيان وميسبتينيان وترياسيك والجوراسيك والكراتيشيوس، ولاقي آثار بشرية في الكامبريان، ده ما ينفعش يتقال ضحد. ولو كان ضحد ما كانش يطلع علم كامل اسمه out of place artifact OOPA أو OOPAT، ده اختصاره. العلم الضخم اللي اسمه out of place artifact هو علم بيدرس الحفريات اللي في الأماكن اللي اسمها إيه؟ خطأ، أو في غير موضعها. في غير موضعها ليه؟ لأنها بتثبت الطوفان، بتثبت الطبقات والحقب وقدم العمر خطأ، لكن هي actually دليل واضح أو أدلة ضخمة عملاقة واضحة جدا على الطوفان. لا مش أعلى جراند كانيون، في طبقات جراند كانيون أستاذ فرايد أون معايا عزيزي. لذلك هذا الكلام هو دايما، عارف يحصل إيه؟ دايما عزيزي أستاذ بلاك أنجل يجي التعميم، وده ده يعني غلطات منطقية، يجي عمم العلم أثبت الإيمان خطأ، كما لو كان العلم إنسان واقف بيتكلم وقدم أدلة ملاحظة مختبرة على أن الإيمان خطأ. لا، هو العلم لا هو شخص ولا قدم أدلة، الملاحظ المختبر المتكرر بيدرس وتشوف يتفق مع أنه فيهم العلماء وكل المجمع العلمي. طب ليه العلماء اللي بيكونوا غير مسيحيين ويتكلموا على أن على فكرة الموضوع في تصميم، أو الموضوع لا الكوارث الناس دول بتتركن على جنب ويبقى ممنوع ان هم يدرسوا لو كان الموضوع اتضحض؟ ارجع للفيلم اللي قدم فيه ويل دوكيومنتيشن بن ستاين اللي هو اسمه اكسبيلد نو انتليجنسي الاود، ويقدم جاب علماء بقى بنفسهم بيتكلموا في هذا الموضوع بالتفصيل. سؤال، اشكرك جدا عزيزي استاذ بلاك انجل، ما تخليش حد يخدعك اللي هي الفالسز أو الأخطاء المنطقية بأسلوب التعميم، دي مغالطات منطقية مرفوضة، واللي يستخدم المغالطات المنطقية يعني عندوش أدلة حقيقية. سؤال من آخر من الفيسبوك أستاذ كومو بيقول: دكتور فلان في أحد البرامج لفت انتباهي لخلو الوصايا العشرة من وصية لا تكذب، عند حضرتك تفسير؟ أشكرك جدا عزيزي، ولكن باختصار شديد جدا، الكذب أمر رغم أنه هو مرفوض تماما، وأيضا قاله الكتاب المقدس بوضوح، ولكن ممكن يعني الكذب هو الحاجة الوحيدة اللي ممكن يبقى فيها يعني سوء تقدير. بمعنى إيه؟ عشان كده حتى العالم بيقول كذبة بيضة وكذبة سودة والكلام ده. طبعا مفيش أنواع من الكذب، الكذب واحد معايا، عشان كده قال لا تكذب لألا يوبخك. فالكتاب المقدس وصى ضد الكذب، ولكن في الوصايا العشرة وضح الموضوع الأساسي المتعلق بعلاقة الإنسان بربنا ومتعلق بعلاقة الإنسان بالإنسان. بمعنى إيه؟ لما لا تكذب، لا تقتل، لا تسرق، لا تشتهي امرأة قريبك ولا شيء مما قريبك، طب ما في حاجات تانية كتيرة، ما تفكرش في قريبك فكر وحش، ما تفتنش على قريبك، ما تنمش على قريبك، هل محتاج الوصايا العشرة هذا الدكتور ان هم يقول كل الوصايا؟ وما بقية الكتاب لازمته ايه؟ الوصايا العشرة دي ملخص الاساسيات، ده واحد. لكن هل الكتاب المقدس ما تكلمش ضد الكذب؟ كثيرا. هل الرب يسوع لما لخص الوصايا العشرة في وصيتين، تحب الرب إلهك وتحب قريبك كنفسك، محبة قريبك كنفسك تجعلك ما تكذبش عليه؟ تشملها. فالحقيقة ده بس يعني
ال 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 هي بنسميها دايما الهجوم السلبي وليس الإيجابي، الاعتماد على ما لم يذكر وليس الاعتماد على ما ذكر. فالوصايا العشرة ما كانش تنفع كل شيء، ده ذكرت الأشياء الأساسية كل واحد وتقديره. فلو واحد هيقول لا لازم يتحط فيها الكذب تبقى وصية 11، يبقى كمان واحد تاني يقول ما النميمة أشر من الفتنة أشر من القتل، يبقى زي ما اتكلم على القتل لازم يكون يحط الفتنة، يبقى 12. يبقى كل واحد بقى يفضل يقول لا دي كانت لازم تيجي الوصية دي في الوصايا العشر. لا، ربنا حط المقدار المناسب، بقية الكتاب يشهد على بقية الوصايا وهو ده الكافي لنا. عشان كده الكتاب المقدس كله ما ينفعش ناخد الوصايا العشر واسيب بقية الكتاب. ده بالضبط أستاذنا ريمان. واحد تاني يقول طيب ليه ما منعش تعدد الزوجات، طب ليه ما عملش كذا، طب ليه ما عملش كذا. كل واحد بس يكره الوصايا العشرة يحاول يطلع الوصايا العشرة ملخص وليس تحتوي على كل وصايا ربنا، وإلا لو كانت تحتوي على كل وصايا ربنا يبقى ملهوش لزوم بقية الكتاب المقدس. طبعا ده غلط تمام. سؤال أنا وصلت فين؟ آسف. سؤال من الأستاذ مستر فيروس 5000 بيقول من اليوتيوب: أنا كنت فاهم الثالوث على أنهم إله واحد. طب ده صحيح عزيزي، كيان واحد زي المثلث، واحد وله ثلاث زوايا. ده حتى الآن هو ده المثال، المسيحيين الشراح بيستخدموا مثال المثلث الذهبي برؤوسه الثلاثة أو بزوايا الثلاثة. لكن في حد قال لي أن دي كانت بدعة والكنيسة حربتها. سيريوسلي، ده مين اللي قالك الكلام ده؟ اللي قالك الكلام ده هو بقى اللي غالبا مش مسيحي. خلي بالك، المسيحيين من الكتاب المقدس اللي تكلم على إله واحد في ثالوث، اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم كيان واحد الآب والابن والروح القدس زي المثلث. معايا؟ ده الكتاب المقدس تكلم عنه بوضوح، والأباء من بداية الكنيسة وحتى الآن بنستخدم الكتاب المقدس وأعداده لتتكلم على إلهنا واحد في ثالوث، وبنتكلم بوضوح شديد بالأمثلة للتقريب زي موضوع المثلث. فاللي جه قالك ده بدعة والكنيسة حربتها، لا. عارف مين اللي كان بيحارب الكلام ده؟ أريوس. أريوس هو اللي رافض الإله واحد في ثالوث، عشان بدعة أريوس كان بيدعي دول ثلاث آلهة وسب أوردينيشنزم وإله خلق إله، فالإله الآب خلق الإله الإبن اللي استخدمه في خلقة العالم والكلام ده كله. الكنيسة قالت الثالوث ثلاث كيانات مستقلة. كنيسة إيه دي؟ ده أنه كنيسة اللي قالك عليها الكلام ده؟ ده واحد مسيحي بيقولك إن إله واحد في ثالوث ده بدعة كنيسة حربتها، والكنيسة قالت ثلاث كيانات مستقلة. الكنيسة دي أنا ما أعرفهاش، والكنيسة دي أنا لا أنتمي إليها عزيزي. وأعتقد أخواتي الأحباء المسيحيين اللي موجودين معنا في الغرفة هنا وكده لا ينتموا لهذه الكنيسة، لا هي كنيسة أبائية ولا هي الثلاث كنائس، لا أرثوذكسية ولا كاثوليكية ولا إنجيلية بأنواعها، تنتمي للي بيكلمك عنها. ده خلي بالك من هذا الشخص، لا أعتقد أنه هو مسيحي، خلي بالك. وهات الكلام ده من أقوال الأباء ولا من تاريخ الكنيسة بأقسامها المختلفة. لا يا عزيزي، ده غالبا واحد من إياهم اللي بيقولك أنا مسيحي بس لا أؤمن بالثالوث. فخلي بالك من اللي يجي يقولك أنا مسيحي بس لا أؤمن بلاهوت المسيح، أو أنا مسيحي بس لا أؤمن بالثالوث. خلي بالك من المجموعة دول عزيزي، ربنا يبارك حضرتك. ارجع لملفات الثالوث في الموقع وشوف الثالوث في الكتاب المقدس بعهدي قديم وجديد، والثالوث في أقوال الأباء، وتأكد من اللي أنا بقوله لك، وإن ده كلام الكتاب المقدس وإيمان الكنيسة المبني على الكتاب المقدس، وده إيمان الكنيسة العام. سؤال من اليوتيوب، أستاذ رحمن المسيحي بيقول: دكتور هولي سلام المسيح، أشكرك عزيزي ربنا يباركك. سفر التكوين الإصحاح الرابع، هل صحيح أن الله حرم على الأرض أنها تبلع الدم منذ أن قتل قايين أخاه، والعلم يقول أن الدم بمجرد ملامسته للأرض بيتجلط؟ أشكرك جدا عزيزي، ولكن مع كل محبة واحترام اللي قال هذا الكلام لحضرتك لا أقبله الحقيقة. ربنا لعن الأرض، مش حرم الأرض أن هي تبلع الدم، ده لعن الأرض اللي بلعت الدم. هل بقت الأرض ما تبلعش الدم بعدها؟ لا، ده كلام
بالظبط زي ما بيقول أستاذ الحبيب سيف وترس، ده فلكلور، ده كلام شعبي يا عزيز. لا، الدم لما بيتسفك على الأرض حسب مسمية الأرض بيتشرب. لو سفكت دم طازج immediately just fresh نازل من جرحة من الأرض، هيتخلل طبقات الأرض حسب مسميتها. حط كده دم في طبقة مسمية على سبيل المثال ساند أو ساند ستون أو مسميتها مرتفعة من الأرض، نوع هتلاقي. حط الدم على طبقة حجرية مش هيعدي. ليه؟ لأن الدم ده عبارة عن بلازما وكرات. عشان يعدي بخاصية الاسموزس، بالخاصية الشعرية، لازم يكون الحجم بتاعه مناسب إن يعدي. المسمية أصغر من حجم الصفائح الدموية والكرات الدموية، مش هتعدي. فتعدي البلازما وبس، وجزء منها المسمية بتاعتها كبيرة شوية، الطبقة الأرضية دي هيعدي فيها الدم. لكن عزيزي لو الدم بدأ يتجلط وبدأت تنفصل الكرات أو الأجسام اللي في الدم في التجلط عن البلازما اللي بتبقى تشبه المية في هذا الوقت، بس أسمك منها بحاجة بسيطة، طبعا هيبقى الدم، الجلطة بتاعت الدم هي اللي موجودة، هي خلاص اتجلطت. لكن هل الدم بيتجلط بمجرد ملامسته للأرض؟ لا يا عزيز، الدم بيبدأ عمليات التجلط في دقائق بسبب الأكسجين وليس بسبب الأرض. ال 13 فاكتورز بتاعت الكواجيليشن التريجر بتاعهم بيبدأ بسبب الأكسجين، وبداية تحول الفايبرينوجين لفايبرين، والأكسجين اللي موجود والعوامل بتاعته اللي بتبدأ في الكاسكيد واللي هو ال 13 خطوة ورا بعض، ده بيبدأ بسبب تعرض الدم وخروجه خارج الأوعية الدموية، وبداية التجلط من الهواء الجوي، و تحول الفايبرينوجين لفايبرين، ومعنى تحول البلازمينوجين لبلازمين، وتبدأ العمليات دي كلها، وده بياخد فترة زمنية دقائق عديدة. لو مجرد ما نزل الدم اتكب على الأرض هيبدأ يتشرب حسب المسمية، لكن التجلط بياخد وقت. ده باختصار شديد جدا عزيزي، فأخويا الحبيب جدا أستاذ رحمن المسيح اللي قال لحضرتك المعلومة دي لا كان غير دقيق، ربنا يبارك حضرتك. سؤال من اليوتيوب، أستاذ باسم دي دات ديفندر، أهلا عزيزي، أهلا بحضرتك. يقول يونان النبي كان حي في بطن الحوت، هل يسوع كان حي أيضا في قلب الأرض لتتم النبوة؟ أشكرك عزيزي. لو رجعت الإنجيل يوحنا صحاح 12 أخويا العزيز ضيفنا العزيز، مش هتلاقي التشبيه في حالة الموت، التشبيه في عدد أو عدد الأيام. بمعنى إيه يا عزيزي؟ التشبيه بيتم في وجه واحد للشبه، مش عشان أشبه الرب يسوع أو الرب يسوع يشبه نفسه بيونان يبقى معناه لازم يكون حامل رسالة ولازم يهرب ولازم ينط يرموه في المية ولازم يدخل في بطن الحوت ولازم يقعد فيه 3 أيام وثلاث ليالي ولازم بعد كده يرجع الحوت يقذفه مرة تانية، أو المسيح يبقى لازم يرموه في الأرض ولازم الأرض ترجع تقذفه والكلام ده. لا يا عزيز، التشبيه بيبقى في وجه واحد للشبه معايا. فوجه الشبه اللي ذكره الرب يسوع بوضوح شديد في إنجيل يوحنا هو فقط في الفترة وليس في أي وجه شبه آخر. لا يوجد وجه شبه في التقام الحوت، لا يوجد وجه شبه في المكان ووصف المكان، ولا يوجد وجه شبه في الحالة بتاعت الشخص وفي مية ولا ما فيش مية. فهمني عزيزي؟ ده باختصار شديد جدا. فاللي دايما بيحاول يدعي، عشان كده دايما أي مثال بيستشهد بالكتاب المقدس، أنا آسف أنا قلت إنجيل يوحنا، أنا أخطأت، أنا أقصد إنجيل متى 12، معلش أخطأت سامحوني، إنجيل متى صحاح 12، معلش أخطأت في معلش النهاردة ريلي مش مركز بسبب دور البرد. لأن المسيح بيقول كما كان، إيه الآية بتاعت يونان؟ كما كان يونان في بطن الحوت 3 أيام و3 ليالي، التشبيه في الفترة، هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض 3 أيام و3 ليالي، التشبيه الفترة الزمنية فقط. وزي ما يونان خرج بعد هذه الفترة الزمنية، المسيح هيخرج بعد هذه الفترة الزمنية بس. العدد واضح عزيزي أستاذ
لداد ديفندر، ربنا يباركك واهلا وسهلا بك. اتاخرت على استاذنا الحبيب فري فور ايفر، المايك مع حضرتك استاذ الحبيب. اشكرك عزيزي، انا بس ليا تعليق كيف تقوم على الرسول بولس الرسول. رغم واحد من الاسباب التي اقنعتني انا بالمسيحي هو ان الرسول بولس الرسول ده لو هو ده هو ممكن تقول هو من كتب وبشر واكثر من اثر في تاريخ التاريخ المسيحي كله. المسيح عاش 3 سنوات في منطقه اسرائيل، لكن بولس الرسول نشر الكلمه، لكنه دائما يقول ربنا يسوع المسيح. ليه ما خلاهاش هو بدل ما يخليها مسيحيه خلاها بوليسيه؟ يا رب اللي بيسال هذا السؤال الذكي، ما كان ممكن بكل بساطه ده لو فكر انساني كان عمله نسبه لنفسه ومن حقه، لان هو اللي كتب اكثر نص العهد الجديد اللي عمل كل الرحلات دي. فيعني اي شخص انا من يعني بعشق المسيح أرى شخصية بولس من الشخصيات العبقرية، الشخصيات التي أعطت كل شيء، كل شيء يعني مش بس هو خادم الرب بس، لا ده خادم الرب وبياكل عيشه بعرق جبينه كمان. فيعني ده من ضمن الأمور اللي بستعجب إزاي المسلم أو أي واحد يعني يشكك في إن بولس صنع فكرة الفداء. لا ما يقدرش يصنعها اساسا. النقطه الثانيه حكايه الوصايا العشر، هو مين اللي مفكر قبل الوصايا العشر دول؟ الناس كانت بتكذب وبتزني وبتقتل وبتسرق ولا تعبد الاله الواحد وتشتهي امراه. مين اللي قال ان الوصايا العشر اللي علمت الانسان هذه الوصايا يعني؟ هل الانسان قبل الوصايا العشر كان مصرح ليه انه يكذب؟ لذا عدم وجودها في احدى النسخ. يبقى هو الوصايا العشر دي قايله كل الامور التي لا يجب ان نفعلها، وفي العهد الجديد قال كل الاشياء تحلني لكن ليست كل الاشياء توافق تبني او تتسلط علي. يعني لازم عندك عقل تميز بيه ايه الغلط وايه الصح. يعني لذا المسلم عنده مشكله في كل شيء، يروح يسال الشيخ ازاي يصحى، ازاي ياكل، ازاي ينام، ازاي ياخد ضغط الميه، ازاي يروح يعاشر مراته، ازاي يعمل كذا، ازاي يعمل كذا. ليه انت مش انسان عاقل ولا ايه بالظبط؟ حاول عاقل اخي العزيز. المشكله الحقيقيه أن الإسلام جعل الإنسان بلا عقل، بلا ضمير، بلا إنسانية، بلا سوية. لو أنت عندك ضمير مش هتسأل إيه اللي يمنعني من إني أعاشر أمي؟ عايز وصية تقول لي لا تعاشر أمك، لا 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 أنا مش، لو الكتاب المقدس فيه لا تعاشر أمك، أنا عن نفسي عندي مشكلة معاه كده. ليه يعني أنا في سنة 2020 محتاج حد يقول لي كده؟ قال انا بهذه السفاهه. لا ممكن يقول في العهد القديم حاجات انا لا احتاجها في العهد الجديد، لا احتاج هذه التشريعات اللي اتى بها الاسلام لتحقر من كيان الانسان. لما حد يقول لك ما تعملش حاجه من الطبيعي من الحيوان، يعني لو قلنا رحنا قلنا الحيوان لا تعاشر الحيوان الصغير هيستهزئ بي، مش انا اقول اشرف الخلق يعاشر طفله. فوق نفسكم بقى فوق. وانا اسف عزيزي الدكتور مايك معاك، بس انا من يعني معجب جدا في شخصيه بولس الرسول اللي اوضح بالروح القدس فكره الفداء. افضل من شرح فكره الفداء هو الرسول بولس في رسائله.
أشكر حضرتك جدا دكتور فري فوريفر، ربنا يبارك حضرتك عزيزي وربنا يحافظ عليك. شكرا على التعليقين اللي حضرتك ذكرتهم، طبعا واتفق معاك الكلام اللي قلته على معلمنا بولس الرسول، ولم يأتي باسم نفسه بل يقول بولس عبد يسوع المسيح. وأيضا طبعا زي ما حضرتك قلت على الوصايا العشرة دي، مش كل الكتاب المقدس، دي فقط وصايا أساسية، وكان آدم قبلها عارف الوصايا، وكان نوح عارف الوصايا، وهكذا. ربنا يبارك حضرتك وأشكر حضرتك جدا. أوبس، ساعتين وتلت، أنا ما خدتش بالي، والأسئلة كالعادة دهمتنا وأخدت كالعادة الوقت بتاع الفترة التانية، فأخلي تعليق على موضوع السخونة العامة أو الجلوبال وورمنج الأسبوع الجاي، بس مش عارف أعمل إيه في موضوع الأسئلة، وكالعادة ما لحقتش أخلص رغم إن أنا قضيت تلت ساعة فوق الزيادة. الأول كنا بنخصص ساعة، بقت مش مكفية، بقت ساعة ونص مش مكفية، ساعتين بقت مش مكفية، فمش عارف أعمل إيه في فترة الأسئلة، ولكن بركة كبيرة جدا، ربنا يبارك حضراتكم. أساتذة الأحباء اللي ما لحقتش مدين لكم، أنا عارف، آسف، محدش يزعل مني، بس الوقت مش مكفي، الله يعلم. أنا خدت الأسئلة بالترتيب على قد ما أقدر وسرعت على قد ما أقدر، ولكن اتعدينا في الوقت، فمعلش أتوقف عند هذا القدر في فترة الأسئلة، سامحوني وأحاول مش عارف، صلوا لي وربنا يبارك في الوقت أكتر ونعرف ناخد أكتر وأكتر أسئلة. ربنا يبارككم، أتوقف عند هذا